بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم في أي مواضيع تخص الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها، عايز أقول لحضراتكم هناك فارق كبير جدا جدا ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني في مصر وبره مصر كمان الحقيقة. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن أنا خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا أو منذ أن أعلن عن انطلاق انتخابات النادي الأهلي ما شفتش تنظيم وشكل رائع بيشتغل بيه النادي الأهلي غير في النادي الأهلي الحقيقة. يعني الانتخابات في النادي الأهلي وعلى شاشة قناة النادي الأهلي ستكون في كل الاتجاهات، وحضراتكم إن شاء الله بداية من بكرة الساعة 10 هيكون مع حضراتكم برنامج الأهلي ينتخب. الأهلي ينتخب، هل هو هيجيب ناس معينة فقط علشان يتكلموا عن الانتخابات؟ هل هيجيب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي السابقين فقط علشان يتكلموا عن الانتخابات؟ لا، سياسة النادي الأهلي دائما العدل والمساواة في كل شيء، العدل والمساواة في كل شيء. عشان كده النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن هو النادي الأهلي، وسيظل لغاية بعد مليون سنة هو النادي الأهلي طالما الجميع بيتبع قوانين النادي الأهلي أو سياسات النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي الخاصة به وتقاليده، مش أي حاجة تانية. عشان كده ابتداء من بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 10 سينطلق برنامج الأهلي ينتخب، هيكون طبعا من تقديم الأستاذ إبراهيم المنيسي. الأستاذ إبراهيم المنيسي هيتكلم مع حضراتكم وهيستضيف مجموعة معينة، لأ برضه، ولكن هيستضيف كل المرشحين اللي عايزين يجوا يكونوا متواجدين على شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي اللي بتدعو كل المرشحين إن هم يكونوا متواجدين على شاشتهم، شاشة النادي الأهلي. من بكرة إن شاء الله هيكونوا متواجدين خلال العشرين يوم القادمة كل المرشحين في القايمة أو مش في القايمة. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي انتخاباته دايما بتكون انتخابات لها فيها كلام كتير وفيها ناس كلها بتحب تعرف ايه اللي بيحصل في الانتخابات او عايزه تعرف ايه اللي هيحصل في الانتخابات، عايزه تعرف، لان الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هي جمعيه عموميه مختلفه، جمعيه عموميه بتحب تفهم علشان تقدر تقرر مين اللي هيكون معاها خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه ده اخر يوم انا هتكلم فيه انا كاسلام الشاطر او كالبيت الكبير نتكلم فيه في موضوع الانتخابات. كل ما يخص انتخابات النادي الأهلي هتجدوه إن شاء الله بداية من بكرة في تمام الساعة 10 هيبدأ في برنامج الأهلي ينتخب. كل حاجة بقى تخص الانتخابات وكل حاجة تخص جميع المرشحين العشرين اللي اعتمدهم مجلس إدارة النادي الأهلي علشان يتنافسوا في الانتخابات القادمة سواء قايمة أو برا القايمة، الكل مدعو على شاشة قناة النادي الأهلي ليكون متواجدا على هذه الشاشة اللي هي البيت الكبير اللي كل الناس من حقها، كل العشرين مرشح من حقهم ان هم يكونوا متواجدين على شاشة قناة النادي الأهلي علشان تشرح كل برنامجك من خلال شاشتك وأمام جمهورك وجمهور الجمعية العمومية أو جمعية العمومية للنادي الأهلي، علشان في النهاية الجمعية العمومية تختار من تراه مناسبا لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي هيقود النادي خلال الأربع سنوات القادمة. وبالتالي النهاردة آخر يوم هنتكلم فيه كبرنامج عن الانتخابات. كل مرة تانية أنا آسف أن أنا بأكرر، ولكن مرة تانية الانتخابات بداية من بكرة، كل ما يخص الانتخابات ساعة ونص كل يوم في برنامج الأهلي ينتخب مع رجل قدير وكبير الأستاذ إبراهيم المنيسي، هيتكلم مع كل المرشحين فيما يخص الانتخابات خلال لغاية يوم 26 نوفمبر اللي هو موعد الانتخابات، لغاية يوم 26 نوفمبر هو يوم موعد الانتخابات. شكرا جزيلا للنادي الأهلي وشكرا جزيلا لمبادئ النادي الأهلي اللي بتخلينا نبقى واقفين وإحنا فخورين. أنا واقف قدام حضراتكم وأنا فخور بالتعامل المحترم، بكل شيء محترم مش بنثبته بالكلام. إحنا النادي الأهلي مش بيثبت الكلام أو بيقول الموضوع بالكلام فقط، ولكن بالفعل، وبيثبت ده من خلال شاشته، شاشة النادي الأهلي. فانتظروا برنامج الأهلي ينتخب بداية من بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 10.
بيت الكبير بكره هيبقى اجازه، هنبدا مع حضراتكم مره تانية بدايه من يوم الاربع، كل يوم من الساعه 12 للساعه 1 هنتكلم فيما يخص طبعا يوم الاربع، هنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك. طيب ده الموضوع الاول، وكان مهم جدا ان حضراتكم تبقوا عارفين ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه على شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي، فيما يخص الانتخابات الفترة القادمة. طيب أنا بس سؤالي في الموضوع التاني اللي أنا عايز أتكلم فيه، يعني إيه الفارق ما بين قناة محايدة وقناة فئوية؟ قناة فئوية زي قناة الأهلي، قناة الأهلي هي بتتكلم دايما عن النادي الأهلي وعن كل ما يخص النادي الأهلي، بتدافع عن النادي الأهلي وبتقول أخبار النادي الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي. أما على الجانب الآخر، يعني إيه قناة محايدة؟ قناة محايدة دي يعني قناة لما يجي لها خبر عن النادي الأهلي تقوله، لما يجي لها خبر عن أي نادي آخر تقوله، سواء سلبي أو إيجابي بالمناسبة، ما عنديش مشكلة. خلينا بس نحط مبدأ في البداية، إن الإعلام أي إعلام من حقه إن هو يناقش كل المواقف والقضايا المطروحة على الشاشة، على الساحة الرياضية والكروية. طيب هي المشكلة فين يا عم إسلام؟ إيه اللي أنت عمال تقوله ده كله؟ وإيه الفرق ما بين القناة المحايدة وما بين القنوات الفئوية؟ هقول لحضرتك المشكلة فين؟ المشكلة أنا كل يوم لما بصحى الصبح ما بلاقيش غير إيه؟ إلحق أزمة في الأهلي ما بين موسيماني وكهربا مثلاً، إلحق موسيماني بيتخانق على العقد الجديد بتاعه، الحقوا يا جماعة شوفوا الأهلاوية بقى موسيماني هيمشي. من المفترض أن أي قناة محايدة تجيب كل الأخبار، تجيب أخبار النادي الأهلي السلبية والإيجابية، السلبية والإيجابية، وتجيب كل أخبار الفرق التانية السلبية والإيجابية برضو. أنا عارف ومقتنع بده تماما، وعارف ده كويس جدا. الرد هيكون إيه؟ ما أصل النادي الأهلي يا عم إسلام هو دايما اللي بيجيب الناس، بتخلي النادي الأهلي هو اللي بيخلي الناس تتفرج، هو اللي بيخلي، أو اسم النادي الأهلي هو اللي بيخلي الناس تتفرج، وبالتالي هيجي لنا معلنين أكتر، هيجي لنا كذا، هيجي لنا كذا، هيجي لنا كذا. لكن هل حضرتك تعرف ان في 17 نادي تاني، وال17 نادي دول عندهم مشاكل؟ مش النادي الاهلي بس، على اعتبار ان اللي بيحصل ده مشاكل في النادي الاهلي. وهل حضرتك متاكد او عارف مليون في الميه زي ما بيتقال ان كل الاخبار اللي بتتقال على النادي الاهلي دي اخبار صحيحه؟ وفي النهايه بتجد العكس. كان هنا من كام يوم، من اسبوع، أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، تسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، اتكلم عن إيه؟ قال لك موسيماني مكمل وعقده السنة دي كذا 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 كذا، وكلام واضح وصريح لغاية أكتوبر 2022. فحضراتكم لسه بتتكلموا في سنة كمان. ده مين اللي بيقول؟ مسؤول في النادي الأهلي أو المسؤول الرئيسي عن التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي هو اللي بيقول الكلام ده. فينه؟ هنا هو أمام ملايين الناس اللي بتتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي. فهل حضرتك متأكد من الكلام اللي بتقوله، ولا حضرتك دي تهيؤات، ولا حضرتك علشان الناس اللي طالعة بتتكلم أغلبها لا تشجع النادي الأهلي أو لا تنتمي للنادي الأهلي، فبالتالي هي دايما، وبالمناسبة احنا داخلين يوم الجمعة اللي جاية على مباراة مهمة جدا، مباراة ما بين فريقين كبار جدا 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 في مصر وفي القارة الأفريقية، النادي الأهلي ونادي الزمالك. فلازم حضرتك تبقى عارف وانت بتتكلم ان انت بتتكلم عن ناديين كبار جدا جدا، او النادي الأهلي نادي كبير جدا جدا. فلما تيجي تتكلم خد بالك من الكلام وشوف صحة اخبارك، خصوصا اذا كنت انت موجود في قناة اخرى او المفروض ان هي قناة محايدة بتتكلم عن الحياد أو بتتكلم على الحياد ما بين كل الأندية. فمثلا هل القنوات المحايدة والمواقع اللي بتتكلم عارفة إن مثلا امبارح كان في انتخابات في النادي الإسماعيلي، والأستاذ يحيى الكومي هو أصبح رئيسا للنادي الإسماعيلي وقال ثلاث أربع تصريحات، وهناك مشاكل ما بين الأستاذ يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي وما بين الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي؟ يعني أهو
الاستاذ يحيى الكومي بيقول ان المدرب يجب ان يكون لديه حس فكاهي وهذه حاله تعاقدنا مع مدرب اجنبي. بالمناسبه النادي الاسماعيلي واحد من اكبر واهم الانديه في مصر، واحد من اكبر واهم الانديه في مصر، وبالتالي اخباره يجب ان هي تتقال في كل المواقع وفي كل القنوات اللي المفروض ان هي قنوات محايده. طيب الاسماعيلي بس؟ لا، في البنك الاهلي لو فاكرين في لاعب اسمه كريم بامبو. كريم بامبو اثبتت التقارير انه واخد منشطات من شهر 5 اللي فات. طبيب، مش انا اللي بقول، طبيب البنك الاهلي اللي بيقول كلنا نعلم بايجابيه عينه منشطات كريم بامبو منذ شهر مايو الماضي. على فكره الموضوع ده كبير جدا ومحدش بيتكلم عنه، كل الناس بتتكلم عن ايه؟ كل الناس بتتكلم عن ايه؟ في موضوع ممكن جدا يبوظ مسابقه. يعني الموضوع ده ممكن يبوظ المسابقه السنه اللي فاتت. فالناس سايبه الموضوع ده وسايبه موضوع الاسماعيلي، سايبه مثلا موضوع الشرقيه للدخان. موضوع الشرقيه للدخان 5 لعيبه اجانب جات الشرقيه للدخان ومضوا وخدوا فلوس وما تأيدوش ومش هيلعبوا لغايه يناير اللي جاي. اهو ازمه في الشرقيه للدخان بسبب قيد اللاعبين. اهم ادي اللعيبه اهم على الشاشه، لعيبه كويسين وزي الفل وتمام، هيقبضوا ومش هيتأيدوا ومش هيلعبوا لغايه شهر يناير اللي جاي، ومحدش بيجيب سيره. لكن اهم حاجه ان موسيماني هيمشي، وان في خناقه ما بين موسيماني وكهربا، وان في سيد عبد الحفيظ مسك في مش عارف مين، ومين عمل في مين ايه، هو ده اهم حاجه. لكن كل اللي احنا بنتكلم عنه ده اي كلام، ما يفرقش مع حد في حاجه. طيب في موضوع اخر في نادي الزمالك، مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول، صحيفه العربي القطريه وده حسابها الرسمي، الفرنسي كارتيرون مرشحا للزعيم نادي السد القطري. هل انا اللي بقول الكلام ده ولا حد غيري؟ لا، صحيفه العرب القطريه. فكل الحاجات اللي انا بقولها، لا وبعدين لو قعدنا كملت مع حضراتكم كده هتكلم عن كل نادي عنده اخبار سلبيه نقدر نتكلم عنها، لكن حضراتكم سايبين كل ده، سايبين كل ده وما بتتكلمش غير على كهربا وخناقته مع موسيماني. لو كان في خناقه، وانا هقول لحضراتكم ايه اللي هيحصل في الموضوع ده دلوقتي، او بتتكلم ان موسيماني مشي على الرغم من ان مدير التعاقدات والتسويق في النادي الاهلي طلع نفى على شاشه قناه النادي الاهلي، طلع نفى هذا الكلام. طب نعمل ايه تاني؟ انا الحقيقه بقعد اضرب كف على كف واضرب اخماس في اسداس. هي ليه دايما، انا عارف ان قيمه الاهلي كبيره وان الناس كلها عايزه تتكلم عن النادي الاهلي علشان نغير التلفزيون على الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي والكلام ده كله، ولكن من فضل حضراتكم كمواقع او كقنوات او ككذا او ككذا، من فضل حضراتكم اي وسيله اعلاميه محايده يجب ان انت تتكلم عن بقيه الاخبار اللي انا بتكلم عنها دي. موضوع كريم بامبو موضوع مهم جدا، ومش عايز حد يعني يستكتر على النادي الاهلي استقراره، حتى في ظل ان انا عندي انتخابات، حتى وانا عندي انتخابات. بالعكس، شوف النادي الاهلي بيحترم الجميع ازاي وبيعمل مع الجميع ايه، فما تختارش السلبي فقط علشان تطلع تتكلم عنه. ولو سمحت، لو مش لاقي مشكله من فضل حضرتك ما تخترعش المشاكل. حصل امبارح ان موسيماني اتكلم مع كهربا او احد الصحفيين، زميلنا احمد الخولي اتكلم مع موسيماني وحصل في المؤتمر الصحفي نقاش، وبالمناسبه النهارده قبل التمرين اتكلم موسيماني او اتكلم كابتن سيد عبد الحفيظ مع كهربا والموضوع منتهي، وكابتن سيد صرح بهذا الموضوع، مفيش اي مشكله. كهربا يلعب او ما يلعبش دي مش بتاعه حد، مش بتاعه حد، بتاعه المدير الفني فقط. وعدوا باللعب ما وعدوش باللعب، كل واحد او كل مدير فني له طريقته وله اسلوبه وله مدرسته في تحفيز اللاعبين. فحضرتك سايب كل الاخبار السلبيه اللي على كل الانديه وبتتكلم على اخبار النادي الاهلي بس؟ بس لا، حضرتك اتكلم على بقيه الاخبار، اتكلم على كارتيرون، واتكلم على بامبو، واتكلم على الشرقيه للدخان، واتكلم على الاسماعيلي، واتكلم على كل الانديه. حقك، ما بقولش اي حاجه، ده المبدا اللي انا حطيته في الاول.
حق كل واحد ان هو يتكلم زي ما هو عايز، ولكن مش اي كلام، مش كلام طالع تقوله وخلاص او طالعه تقوليه وخلاص لمجرد ان انا ما بحبش النادي الاهلي. وفي ناس معروفه بانتماءاتها وميولها، على الرغم من المفترض ان وجودك على الشاشه لو بتشتغل في قناه محايده ان انت تتكلم دائما بالحياد. لكن انا بشوف اخبار، اصحى الصبح افتح عيني الاقي النادي الاهلي ومش عارف مين، ناس مستكتره على النادي، اعتقد كده ناس مستكتره على النادي الاهلي في ظل اللي بيحصل وانتخابات واللي بيحصل في الانتخابات وفي كل حته بيحصل انتخابات في كل العالم، الانتخابات بيبقى فيها شويه هزات، لكن داخل النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي بيدعو الجميع ان يتواجد على شاشته، ودي ما مش هتشوفوها كتير طبعا، مش هتشوفوها خالص في حته تانية. اتمنى ان الجميع ينظر لهذه التجربه اللي شغاله من 1907 لغايه دلوقتي بالمناسبه، ومش عيب ان حد يتعلم من النادي الاهلي. تجربه ان انت الكل المترشحين على مجلس اداره النادي الاهلي واللي تم اعتمادهم في مجلس الاداره الاخير يكونوا موجودين على شاشه النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي علشان يقولوا وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب اللي تعودنا فيه دايما على اللي تعودنا عليه دايما من كل المرشحين دايما اللي موجودين في النادي الاهلي. فانا عارف ان كل الحاجات دي بتخلي ناس كتيرة تتعب وتتضايق وتحس ان هي يعني ايه ده، هو النادي الاهلي في ظل الانتخابات وعندنا حاجات مواضيع انتخابية كتيرة نتكلم فيها وده يخبط في ده، المفروض الناس فاكرة كده ان ده يخبط في ده وقناة النادي الاهلي هتمنع كذا او ادارة النادي الاهلي هتمنع، مفيش الكلام ده يا جماعة، النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده، النادي الاهلي يتعامل مع جميع المرشحين العشرين مرشح على قلب رجل واحد. ازاي؟ على الشاشة، حضرتك اتفضل، طالما عايز تيجي اتفضل، اختار الوقت اللي حضرتك عايزه وقول اللي انت عايزه من خلال شاشة قناة النادي الاهلي اللي بيتفرج عليها ملايين الاهلوية علشان تقول وجهة نظرك. ممكن تقنع واحد اتنين تلاتة، ممكن تقنع الجمعية العمومية وتنجح. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسلوب النادي الاهلي. في حين على الجانب الاخر تلاقي الناس عماله تخبط هنا وتخبط هنا وتعمل هنا، وكهربا اتخانق مع موسيماني واصله كذا. كهربا خلاص هيمشي بقى، كهربا هيمشي خلاص من النادي الاهلي. اه والله انا الكلام ده سمعته النهارده. خلاص قال لك كهربا يفقد الامل في التواجد في النادي الاهلي بعد ازمته الكبرى مع موسيماني. على الرغم من الموضوع منتهي، كهربا اتكلم مع الكابتن سيد والكابتن سيد اتكلم مع موسيماني والثلاثه اتكلموا مع بعض على ان الموضوع كهربا اتفهم غلط. فالموضوع منتهي، ما فيهوش اي مشاكل. يلعب او ما يلعبش بالمناسبه ملهاش اي علاقه، يلعب او ما يلعبش ده قرار مدير فني، المدير الفني في النادي الاهلي هو اللي بيقرر مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش. لكن كل ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان يوم الجمعه. ايه اللي هيحصل يوم الجمعه؟ في مباراه نادي الاهلي سيلاقي نادي الزمالك، زي ما قلت المره المليون، نادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر فريقين في القاره الافريقيه وفي مصر وفي العالم العربي. فلما تيجي تتكلم عن الاهلي والزمالك معروف طبعا ان النادي الاهلي هو الاكبر والافضل في كل شيء، بطولات وعدد بطولات والاكثر شعبيه وكذا وكذا وكذا، والمتصدر في كل حاجه، مش بالكلام بالارقام. فلازم اجيب سيره الاهلي علشان اصل انا ما بحبش الاهلي، فانا عايز اوقع الاهلي شويه. ده الباقي الناس اللي بره الموضوع ده بيتكلموا بهذه الطريقه. فمن فضل حضراتكم لما تيجي تتكلموا من فضلكم تحروا الدقة شوية، تحروا الدقة شوية. وبالنسبة أنا عارف إن جمهور النادي الأهلي لما بيتفرج على قناته بيبقى عارف إن إحنا ما بنقولش غير الصدق والحقيقة. النهاردة موضوع موسيماني مع كهربا أو اللي اتقال أو ما قيل أو النقاش اللي حصل إمبارح في هذا الأمر انتهى النهاردة. الراجل ما بيفكرش فيه خلاص، كهربا ما بيفكرش فيه خلاص، الكل ينظر إلى يوم الجمعة القادم ومباراة نادي الزمالك علشان أكسب نادي الزمالك وابتدي أشوف الطريق الفترة اللي جاية إيه. هو ده التفكير. المواضيع كلها النهاردة انتهت من دماغ كل لعيبة النادي الأهلي، وده اللي هنتكلم فيه الأيام القادمة. وبمناسبة يوم الجمعة، يوم الجمعة طبعا مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أهم المباريات في القارة الأفريقية وفي الوطن العربي، ملايين ملايين بيقعدوا يتفرجوا على هذه المباراة. طيب
موضوع مهم جدا برضو كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو بيخص بلدنا، بلدنا كلنا. طبعا انا واحد من الناس الفخورين جدا بالتطور الكبير الكبير الحقيقه اللي بيحصل في الرياضه المصريه، واهتمام الدوله المصريه بكل الرياضات، بكل الرياضات وخصوصا رياضه كره القدم، وكمان بشكل خاص واللي اتكلم عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الكره النسائيه المصريه. ايه اللي حصل يوم الجمعه؟ يوم الجمعه لو سالتك انت مستني ايه كمتابع او كمشجع لكره القدم، مش بس النادي الاهلي، انا بتكلم بشكل عام، هتقول لي انا مستني ماتش القمه اهلي وزمالك. بس على فكره انا عايز اقول لحضراتكم ان في حدث كبير جدا جدا وتسكن في نفس اليوم، خدوا بال حضراتكم من الكلام، اتسكن في نفس اليوم اللي فيه مباراه القمه، وفي نفس وقت المباراه تقريبا، حدث تاريخي لكره القدم الافريقيه، تنظيم واستضافة مصر للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية. هو بالفعل حدث تاريخي ولأول مرة بيتم، ومصر هي اللي هتنظمه. وبالمناسبة أيضا في فريق مشارك مصري مشارك، هو نادي وادي دجلة، بطل النسخة السابقة من دوري الكرة النسائية. هو مين اللي عامل الموضوع ده؟ اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم هو المستضيف والمنظم لأول نسخة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية. فالمفروض عايز أقول لحضراتكم إن في شخصيتين من أهم الشخصيات في أفريقيا وفي العالم هيحضروا هذا الافتتاح. فاطمة سمورة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأيضا باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي. الشخصيتين دول هيكونوا موجودين في الافتتاح ده، والافتتاح ده اتسكن في نفس وقت مباراه القمه وفي نفس اليوم. ومين اللي مقرر كده؟ اتحاد كره القدم، لان هو الجهه المنظمه لهذا الحدث. هل اتحاد كره القدم ما كانش عارف ان في ماتش اهلي وزمالك يوم الجمعه؟ ولا هو عشان الدوري بقى تبع الرابطة، رابطة الأندية المحترفة هي اللي بتنظمه، وخرج من تحت سيطرة اتحاد كرة القدم، يعني خلاص بقى مش هنعمل حسابنا عليه؟ لو مش عاملين حساب الدوري، اعملوا حساب الحدث اللي احنا هنستضيفه أو اللي مصر بتستضيفه لأول مرة في التاريخ، وهيكتب باسم مصر إن شاء الله، ومحتاجين إن الناس كلها تبقى عارفة، ويظهر هذا الحدث على الشاشة، على كل الشاشات. والمفروض باعتبارك الجهة المنظمة، يعني كان المفروض وانت عارف ان هو في نفس وقت ماتش اهلي وزمالك، ان انت تنسق ده مع الاتحاد الافريقي وتخلي الافتتاح يا قبلها بيوم يا بعدها بيوم، ولكن في نفس التوقيت. ما اعرفش، انا من جوايا مش حاسس ان هي صدفة الحقيقة، ويا ريت لو في حد او في مبررات لهذا الامر، حد يطلع من اتحاد كرة القدم يقول لنا ويوضح لنا. والنهارده بالمناسبه تم توجيه سؤال لوزير الشباب والرياضه في مجلس النواب بسبب اللي بيحصل ده في 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 في, في, في هذا الموضوع تحديدا. انا مش متخيل سايب ايام الاسبوع كلها وجاي يوم الجمعه يوم ماتش اهلي وزمالك، وبتعمل افتتاح بطوله دوري ابطال افريقيا في الكره النسائيه. البطوله دي باسم مصر بالمناسبه وتنظيم مصر. ما ينفعش ان يحصل ده، وكان لابد أن يكون هناك حل عاجل لهذا الأمر. وأنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يعني مليون في المية عارف أن في مباراة أهلي وزمالك، أو في دوري في مصر، بلاش مباراة أهلي وزمالك، أن في دوري في مصر. فأنا من وجهة نظري أن المسؤولية هنا على اتحاد كرة القدم. أتمنى حتى لو أنت مش اللي بتنظم الدولي، حتى لو انت اللي مش بتنظم الدوري، خليها عليك المرة دي، وحتى عشان حتى يظهر هذا الحدث التاريخي والكبير بشكل مناسب في مصر، لأنه في وشك في الآخر، لأنه في وشك في الآخر. أتمنى أن الموضوع ده يطرح خلال اليومين ثلاثة، مش اليومين ثلاثة يعني، لو حد سمعني يقدر يغير ميعاد يوم الجمعة القادم ده، أتمنى أن ده يحصل. وبما اني بتكلم عن اتحاد كرة القدم، خليني اكمل شوية مع اتحاد كرة القدم. النهاردة
لفت نظري برضو بيان صادر من عن الاتحاد كرة القدم بيقول الآتي، مش أنا اللي بقول، البيان الصادر على الصفحة الرسمية للاتحاد بيقول إيه؟ مجاهد والشواربي في اجتماع مع الفيفا لمناقشة موقف الجمعية غير العادية. مع حضراتكم على الشاشة، ده من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم. ومن خلاله بقى اتقال ان عقد اليوم الاستاذ احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد اجتماعا مع مسؤولي الفيفا، وهكذا كمل بقى الموضوع كله لغايه اخره. قال ايه بقى؟ الى اقامه الانتخابات تم خلاله مناقشه خارطه الطريقه المؤديه الى اقامه انتخابات لاختيار مجلس اداره جديد للاتحاد وما يسبقها من حسم التعديلات المقترحه على اللائحه وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، وذلك حتى تتمكن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري من إنهاء كافة المهام المكلفة بها قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي للوفاء بالتكليفات المنوطة بها. تخيل حضرتك إن الكلام ده اتقال النهاردة في الاتحاد أو على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم. هو أنا مش من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع اللي اتقال عكس الكلام ده تماما؟ خلينا نقعد نفكر كده. يوم 17 أكتوبر اللي فات، افتكروا كده اللي اتقال، افتكروا حضراتكم معايا اتقال إيه؟ كان في جمعية عمومية غير عادية، والجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد كرة القدم بعتت بعض التعديلات اللي هي عايزة تعدلها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعد كده بعدها بأسبوع على بعشر أيام الاتحاد الدولي رد على تعديلات الجمعية العمومية، واتقال بالنص كده من الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اتقال إن الفيفا نظرت لهذه الأمور وقالت إن كل الأمور ستبقى على ما هو عليه. أهو معانا على الشاشة، قالت من موقع الاتحاد برضه، الاتحاد الدولي يرفض تعديل اللائحة. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاث أشهر من نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته أمر محفوف بالمخاطر. جاء ذلك في معرض رد فيفا على طلب عدد من الأندية بكذا كذا كذا. منين بيتقال الكلام ده؟ يوم 17 أكتوبر، ومنين النهاردة بنسمع أو بيتقال برضو على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم إن إحنا هنناقش التعديلات مع الفيفا، وإن في جمعية عمومية هتتعمل، وإن أنا عايز أخلص الانتخابات، وإن أنا عايز أخلص الكلام ده بدري. الحقيقة تضارب في التصريحات اللي موجودة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم موجود بشكل غريب جدا جدا. تقعد تفكر وتشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتقال، تلاقي حاجة غريبة جدا. فعايزين نخلص من كل الهيصة دي، عايزين نخلص من كل المواضيع. فحاجة يعني، ده ثلاث صفحات طبعا مكتوبين رفض التعديلات بالتفصيل الممل، يعني اتحاد كرة القدم لما بعت للفيفا فالفيفا رد عليه بهذا الموضوع بند مرفوض. يعني من المفترض ان التعديلات مرفوضة، وبنجد دلوقتي ان كل حاجة بتتغير. النهاردة البيان اللي موجود على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بيتقال فيه عكس كل الكلام اللي اتقال يوم 17 أكتوبر. يعني ما مش عارف الواحد يطلع يقول إيه ولا يتكلم في إيه في هذا الأمر، لأنه أمر غير مش مظبوط. يعني إن احنا نشوف حاجة وعكسها في أقل من شهر، أعتقد إن هنا في حاجة تخليك أنت تقعد كده وأنت قاعد بتفكر، وليه الناس دي بتعمل كده؟ وليه بيحصل كده يا جماعة؟ الموضوع بسيط جداً، يا ترفض يا ما ترفضش، يا هنعمل انتخابات يا مش هنعمل انتخابات. عموما يعني موضوعين ثلاثة كده كنت عايز اتكلم فيهم مع حضراتكم، وزي ما قلت لحضراتكم دايما سيظل دائما النادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يتبع سياسته اللي هي من 1907 لغاية دلوقتي، علشان في النهاية يظهر الجميع او يظهر جميع المرشحين بداية من بكرة إن شاء الله، أو من بعد من بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 10 هيكون برنامج الأهلي ينتخب مع الأستاذ إبراهيم المنيسي، وإن شاء الله هيستضيف 20 مرشح. بتقول إيه يا إسلام؟ 20 مرشح؟ أيوة، 20 مرشح هيكونوا متواجدين إن شاء الله إن شاء الله. اللي هيوافق فيهم طبعا
عشان يطلع على شاشة قناة النادي الأهلي، ما عندناش أي مشكلة، وبندعو الجميع أن هو يكون متواجد إن شاء الله خلال الفترة القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أخبار البيت الكبير النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات الجوله الثانيه في الدوري العام المصري لمختلف الحقيقه في كل شيء هذا الموسم. اولى المباريات كانت الاتحاد السكندري وفيوتشر، وفوز نادي الاتحاد السكندري على فيوتشر بثلاثيه مقابل هدفين. اما امبي والمقاولين العرب، وايضا فوز امبي على المقاولون العرب 3-2، وفوز سيراميكا كليوباترا على النادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف. أما مصر المقاصة، وفي مفاجأة الحقيقة كبيرة جدا، بيفوز على نادي الجونة بهدفين مقابل لا شيء. نادي الزمالك أيضا بيفوز على نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ونادي فاركو بيخسر من نادي بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، والنادي الأهلي بيفوز على البنك الأهلي بهدف مقابل شيء. واختتمت مباريات هذا الأسبوع بمباراتين، كانت مباراة الأولى في تمام الساعة 5:30 النهاردة، المصري بيتعادل سلبيا مع سموحة، ثم الشرقية للدخان بيخسر من غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين. والحقيقة أرقام كبيرة جدا في اللي بيحصل في المباريات. أما في مباريات الأسبوع الثالث هتبدأ يوم الخميس 4 نوفمبر، البنك الأهلي سيلاقي النادي الإسماعيلي في تمام الساعة 3:00، ومصر المقاصة سيلاقي نادي سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 3:00 أيضا. المقاولون العرب مع طلائع الجيش الساعة 5:30، والجونة مع فاركو الساعة 5:30. أما مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ستكون يوم الخميس 4 نوفمبر في تمام الساعة 8:00. أما مباريات يوم الجمعة 5 نوفمبر، سموحة والشرقية للدخان في تمام الساعة 3:00، وغزل المحلة مع إمبي الساعة 5:30، وفيوتشر مع المصري في تمام الساعة 5:00. ويختتم هذا الأسبوع بمباراة القمة، نادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك في تمام الساعة 8:00. طبعا المباراة القادمة هي مباراة نادي الزمالك، عشان كده هتلاقوا الجميع بيتكلم على أو يبدأ الكلام بالزمالك الأول، لأن المباراة القادمة يوم الجمعة القادم هي مباراة نادي الزمالك. طيب خلينا بقى ناخد بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. النهاردة الحقيقة كان في تدريبات بدنية قوية ومران متنوع لحراسة المرمى. مخطط الأحمال في النادي الأهلي، أدي كهربا أهو، هات لي كده الصورة شوية ورا ولا هتكمله؟ هترجع تاني. مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني لكرة القدم قاد تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض رباعي حراسة المرمى، خدوا بال حضراتكم رباعي، ها، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكو. الأهلي يبدأ معسكر القمة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله. بكرة النادي الأهلي سيلاقي نادي المرج في مباراة ودية، هنصورها طبعا، ولكن إن شاء الله المباراة مش هتتذاع بكرة، المباراة هتتذاع بعد مباراة يوم الجمعة القادم ما بين الأهلي والزمالك، لكن احنا هنصورها ونذاعها لحضراتكم إن شاء الله بعد مباراة الأهلي والزمالك. زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قوية ومتنوعة للنادي الأهلي. مباراة القمة أو معسكر مباراة القمة إن شاء الله يبدأ يوم الأربعاء. كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لحضراتكم قال ان مباراه وديه غدا طلبها موسيماني، سيواجه فيها النادي الاهلي نادي المرج، وهي كل حاجه هنصورها طبعا، ولكن هنذاعها ان شاء الله بعد مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادم. طيب زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قويه للجميع والكل مركز، زي ما قلت لحضراتكم ولا حد حاطط في دماغه من اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري ولا اي حد خالص، ولا حد حاطط في دماغه موضوع كهربا، موضوع موسيماني، موضوع محمد هاني، موضوع مش عارف مين. كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده هو حصل امبارح فعلا، ان حصل تناقش ما بين
بيتسو موسيماني وما بين صحفي في من الصحفيين اللي موجودين في المؤتمر الصحفي واتكلموا عن كهربا والكلام ده كله، ولكن في النهاية الموضوع انتهى، الموضوع ما خدش أكتر من دقيقتين ثلاثة ما بين الكابتن سيد والكابتن ومستر بيتسو موسيماني وكهربا، والموضوع انتهى وخلاص. كهربا برضو للمرة المليون أهو بقول، كهربا يلعب أو ما يلعبش دي مش بتاعة حد فينا خالص، اللي يلعب أو اللي عارف مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش هو المدير الفني للنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني. كل اللاعبين الحقيقة في حالة تركيز شديد جدا لما هو قادم أو للمباراة القادمة، بعد كده هيبقى في توقف شوية للمنتخب الوطني زي ما حضراتكم شايفين، كل اللعيبة مبسوطة، كل اللعيبة مركزة فقط في القادم في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8، مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين تركيز شديد جدا في التمرين مع بعض، دايما بتبقى في مثل هذه التدريبات حاجات وامور بسيطه جدا علشان اللعيب ما يبقاش مركز زياده عن اللزوم. كل اللي عايزه من حضراتكم حاجه مهمه جدا جدا، الدعم كالعاده وجمهور النادي الاهلي، ودعم جمهور النادي الاهلي هو دايما اللي بيكسب الفريق مش حاجه تانية، دعم جمهور النادي الاهلي هو اللي بيكسب الفريق. عندنا لعيبه كويسه، عندنا مدير فني بغض النظر عن مستوى اللاعبين والمباراه السابقه، لان دايما يعني لعبنا مباريات كتيره جدا جدا امام الاهلي، الاهلي امام الزمالك، كل المباريات الواحد بيلعبها دايما المباريات اللي بتبقى مباريات القمه بتبقى مباريات الواحد بيفكر اكتر في مباراه القمه، بيفكر اكتر في مباراه الزمالك، وبالتالي مش عايز ان احنا ولا ان احنا كسبنا الاسماعيلي 4-0 وبالتالي بنجد احتفالات كبيره وكذا، وان اللعيبه دي عندنا لعيبه كويسه وعندنا كل حاجه كويسه، ولكن حتى الان لم يتحقق اي شيء. اختيارات من المدير الفني مع لجنه التخطيط مع اداره كره القدم بقياده الكابتن محمود الخطيب هي اللي جابت اللعيبه دي بناء على راي المدير الفني. المدير الفني لعبهم اول مباراه كسبنا 4-0، ثاني مباراه الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 1-0. المباراة القادمة عندك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، هتختار الطريقة المناسبة اللي من وجهة نظر المدير الفني، وهتختار اللاعبين المناسبين اللي من وجهة نظر المدير الفني، وبالتالي نحن لا نملك إلا الدعم وإن احنا نقف في ظهر جهازنا الفني ولاعبينا عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب المباراة اللي جاية ونبتدي نفكر في المستقبل وفيما هو قادم. كل الامنيات الطيبه طبعا للنادي الاهلي وللجهاز الفني وللاعبين، ان شاء الله ان هم يبقوا على اعلى مستوى في المباراه القادمه مباراه نادي الزمالك. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل 4 من نقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري والاستاذ سامي عبد الفتاح والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار نجوم التحليل والنقد الرياضي في مصر الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك يا كابتن، شرف منور. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. بمناسبه الدوري، بمناسبه الدوري هنتكلم كتير النهارده على الدوري وعلى الكاس وكل حاجه. ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود صبري طبعا. ازيك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ كله تمام الحمد لله. طب الحمد لله، سعداء بك. النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. لا مش الاثنين، النهارده ايه التيشيرت؟ التيشيرت الاصفر والاحمر عشان يبقى كل الامواج وكل كل حاجه موجوده. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ تشرف ونور. شيك دايما طول عمرك. ربنا يخليك انت ابو الذوق، واحنا في مكان يليق عليه كل حاجه تحترم المشاهد وتحترم الراي العام المصري. بمناسبه الاحترام خليني ابدا مع حضراتكم، لان انا قلت النهارده هتبقى يعني اخر حلقه هنتكلم فيها في موضوع انتخابات النادي الاهلي، وانا الحقيقه دايما اللي بيلفت نظري في مثل هذه الامور يا استاذ جمال اللي احنا بنشوفه من مبادئ النادي الاهلي اللي بتطبق من 1907 وحتى الان بنشوفه حي على شاشه قناه النادي الاهلي، بمعنى ان انت لما تجد كل المتنافسين ان شاء الله ان شاء الله يبقوا موجودين على شاشه قناه النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء يحسب للنادي الاهلي. طبعا لانه في يعني انا طبعا قريت وعرفت طبعا القرار اللي انتوا واخدينه في القناه بحيث انه يبقى القناة في فترة الانتخابات بتدي كل المرشحين الحق في ان هم يستعرضوا برامجهم ويقولوا افكارهم، والحقيقة انه التجارب السابقة كلها من زمان حتى اللي لا يوفق في انتخابات النادي الاهلي بيخرج
صامتا لا يتحدث في شيء، ويتمنى كل التوفيق للمجموعة اللي بتنجح. وزي ما بيقولوا الهدف في النهاية هو خدمة كيان النادي الأهلي، وده برضو أحد أسرار وأسباب النجاح طول العمر هذا النادي، إن هو نادي ما يعني ما فيهوش أغراض شخصية. يعني هو كل اللي بيقول أنا بقدم نفسي للترشيح، يعني الناس كلها كانت مستغربة الأيام الأولى بعد فتح باب الترشيح إن ما حدش قدم. تلت أيام مثلا من 7 أيام اللي كان فيهم فتح باب ترشيح لليوم الرابع بالفعل، يعني لليوم الرابع ما كانش حد مستعجل ولا عايز يقدم ولا. وأنا سمعت الحقيقة على ألسنة كلام، على ألسنة بعض اللي كان لهم تجارب انتخابية قبل كده، إن هم قالوا نصاً إن هم شايفين إن مجلس الإدارة يقوم بالعمل زي كما لو هم موجودين، يعني ما عندهمش ملاحظات شديدة على إن هم تخليهم يقولوا لا إحنا ننزل عشان عندنا برامج مختلفة. ده معناه إنه البرنامج الأساسي لكل مرشحي النادي الأهلي هو كيان النادي الأهلي للعشرين مرشح. الحقيقة إحنا هنا بنتكلمش على نتكلم على العشرين. شيء جميل جدا إن أنتوا أعلنتوا من اللحظة الأولى إنه قناة الأهلي ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين. طبعا ولولا احترام الحقيقة إدارة الأهلي في كل شيء، إدارة الأهلي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أستاذ محمود، بمعنى ان النادي الاهلي اتعود على كده من 1907. فلولا هذا الاحترام ولولا هذه المبادئ اللي النادي الاهلي بيربي ولاده عليها وكل الاجيال المختلفه ما كان يحدث ده على الشاشه. هو انا بالنسبه لي مفاجاه كانت انه قناه الاهلي يعني منصات الاهلي الاعلاميه تدخل في الانتخابات. يعني دايما على مدار كل اللي احنا شفناه كان دايما الاعلام الرسمي في النادي الاهلي بيكون دايما يعني ملوش علاقه بالانتخابات خالص، بعيد عن المشهد يعني بصوره كبيره واضحه، حرصا على مبدا الحياديه وانه طبعاً الاعلام الرسمي ملوش علاقه. لكن دي خطوه كانت مفاجاه لناس كتير منهم، انا كراجل كمتابع وموجود طبعاً وشايف انه الانتخابات في الاهلي هي سر من اسرار النادي الاهلي، انه دايما ابنائه بيبقوا حريصين على انه طالما ليس لهم مصلحه شخصيه بتبقى مصلحه النادي الاهلي. عندما تنتهي الانتخابات خلاص كانه لحظات حصل فيها مثلا حماس، قوة، كل واحد بيدافع عن أفكاره وعن رؤاه، لكن ما فيش خروج عن النص. وحتى لو حدث بيحدث شيء بسيط جدا بيتم احتوائه بسرعة، لكن على مدار المشاهد ما فيش المشاهد اللي ممكن تعكر الصفو داخل النادي، لأنه هناك جمعية عمومية واعية جدا، جمعية عمومية تقدر، جمعية عمومية ما تنساش المواقف اللي حصلت من أي الأشخاص أصحاب الحيثية حتى على مدار الانتخابات، بيبقى لها دايما مراجعة وتسكير بالمواقف دي وبها رد فعل. انتخابات النهارده يمكن الإحجام اللي حصل يمكن كان رسالة من وجهة نظري على نجاح المجلس الحالي في أداء مهمته. خلينا نتكلم بشكل عام أفضل يعني بما أننا يعني أخذنا هذا الطريق، خلينا نتكلم بشكل عام الأداء كده. ولكن المجال متاح والأهلي بيرحب بكل أبنائه، وأي حد عنده فكرة وعنده رؤية بيطرحه. خطوة مهمة جدا، هتبقى خطوة سباقة. هو دايما الأهلي بيقدم شكل حاجات مميزة جدا، هتكون ليها أكيد رد فعل قدام، كل واحد هيطلع يقول برنامجه، كل واحد هيتكلم عن اللي شايفه. فأعتقد إن شاء الله هتبقى شيء مميز. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع يا رب إن شاء الله. أستاذ سامي، مفاجأة زي ما قال الأستاذ محمود صبري، ولكن الحياد له معنيين. معنى إما أن تبتعد تماما عن المشهد أو تعمل كل حاجة، وهو ده الحياد، أن أنت يا تعمل كل حاجة يا إما زي ما الأستاذ محمود قال تبتعد عن المشهد بشكل كامل. يعني هو طبعا أنا يعني متابع انتخابات النادي الأهلي من أكثر من 30 سنة. أيوه. يعني اللي شايفه النهاردة أن تطور الزمن، يعني دخول قناة الأهلي يعني كان في وسيلة موجودة زمان وكانت برضه في قمة الحياد، هي الندوات الداخلية داخل المقر الواحد اللي هو مقر الجزيرة، ما كان مقر الجزيرة فقط لا غير. فكان كل عضو رئيس أو نائب رئيس أو عضو عادي من حقه يتحدث إلى الأعضاء بحرية تامة، يعرض برامجه، يعرض أفكاره بحب وبحب للنادي الاهلي وبحب جماهيره واعضائه. دي نقطه مهمه جدا. هو عارف هو بيتكلم مع مين،
يعني العضو اللي بمرشح او مرشح اللي بيتكلم هو عارف بيتكلم مع مين، فلازم يكون يعني بيقدم شيء يحترم دماغ المتلقي. نعم. فطبعا التطور الزمن دخل قناة الأهلي وهي قناة يعني لها تأثير كبير جدا، فطبعا مبادرة قيمة من قائمين عليها ومن إدارة النادي الأهلي أن يكون بالضبط دايما هناك اتفاق في كل شيء، هناك يكون هناك تواجد لجميع المرشحين العشرين. وأنا زي ما قال الأستاذ محمود يعني هي النتيجة قالت نفسها من الأول يعني، فطبعا في احترام متبادل من الجميع وتقدير لأعضاء المجلس الحالي. أنا طبعا دي نقطة بحط تحتها جهاز خط يعني، إن يعني ما شفتش في تاريخ في المدى البعيد اللي أنا بغطي فيه النادي الأهلي يكون إن مثل هذا العدد محدود شوية من المرشحين، ده تقديرا لهذا المجلس. دي يعني مش مؤثره يعني مش رساله لحد، في النهايه هي خدمه يعني. خدمه الجمعيه، اعضاء الجمعيه العموميه هي المهمه بالظبط يعني. دي الناس يعني اغلب المرشحين او اللي كان عايزين يرشحوا نفسهم شايفين الصوره شكلها ايه، فبالتالي يعني في تقدير اعضاء المجلس الحالي. تمام. ويعني ونتمنى ان احنا نشوف يعني نخبة مميزة يعني في الدورة الجاية إن شاء الله، ونبقى أن نثني على ما أقدمت عليه قناة الأهلي أن تتيح المساحة الزمنية والتعريف بفكر كل مرشح خلال الفترة الجاية إن شاء الله، وده شيء يحسب لكل ما هو منسوب للأهلي. بالضبط كده، يعني ما حدش بيشتغل لوحده، كله بيشتغل في تجمع كامل. اعتقد يا استاذ عصام ان شيء محترم اللي بيحصل داخل النادي الاهلي ولاسم النادي الاهلي. ده اكيد، لان الاجابه هي الاهلي. يعني لما تسال اجيال وراء اجيال هتلاقي انه دايما كان التوقيع خلف يعني ستاره التصويت الاجابه الاهلي، كان دايما على مدار عقود كامله راقبنا فيها وراقب من سبقونا ونقلوا لنا انه دايما الناس حتى وهي بتختار او بتساعد بعضها البعض يا كابتن اسلام، والحمد لله موجود يعني صفوه من الزملاء الكبار الاعزاء اللي بحترمهم طبعا لانهم دائمي الرصد العادل، يعني زي ما قال الاستاذ محمود واحنا يمكن جايين لحضرتك في الطرقه كده، انه للمهنه قواعد واصول، ايضا للاهلي قواعد وضوابط لم يتخلى عنها يوم أي جيل جاء للنادي الأهلي. إدارة النادي التنفيذية، إدارة القناة منذ وجدت، قبلها إعلام الأهلي في المجلة، حتى بعض الزملاء من يعني حاملي حب الأهلي وهم يعملوا في العام، لم يجرؤ أحد منهم على مدار سنوات طويلة أن يوظف قلمه في مساحات في الرصد العام، جرائد طبعا كان الاول ما فيش غيرها او برامج اذاعيه وربما تلفزيونيه، لم يجرؤ احد للافصاح عن تقديره حتى لصالح الاعمال، ودي تبقى يعني ضوابط اهلاويه بتقول دايما انه انت بتختار او حد بيختار معاك او احد افراد الجمعيه العموميه او اسره من الجمعيه العموميه لم تحظى بتواجد دائم لسفر لبعد ما انا عايز اقيس على الشريحه دي، ومحدش بيقول له غير اختار للنادي الاهلي. فالنهارده اللي احنا بنشوفه مش جديد، من قدم نفسه في دوره سابقه القرار ده بالنسبه له ما هوش قرار غريب، لا ده قرار هو عارف انه هيطلع من المجله، لان هناك حريه اداره. هذا هو النادي الاهلي بكل قطاعاته لا تقدر تسمي، لانك هتفضل في الاخر ممتن لفكره عظيمه اسمها أن هناك نادي يعني لعبته الشعبية العظيمة الكبيرة اللي العالم كله بيحبها فيها 80-90% طبعا على تماس مع رياضات أخرى اسمها مبادئ التتش مثلا، ناخد هذا المعيار رحمة الله على هذا العظيم الذي لم يضبط يوم مسؤول. فتخيل أن جيل وراء جيل وكابر عن كابر دايما الإجابة بالنسبة لهم النادي الأهلي، لدرجة أن الثناء في غير محله الحقيقة يعني على المجلة أو على أي قطاع. كمل فكرة الحياد وفكرة
ان الكل ابناء نفس الاسره، حد يقدر يفرق بين اولاده؟ ما اعتقدش. فهتبقى الاجابه دايما الاهل، هتختار وهختار، هيوافق واخر يرفض لمصلحه الكيان. تمام. كان مهم جدا ان احنا نعرف راي نقاد رياضيين في هذا الامر، لانه الحقيقه قد ايه منتهى السعاده ومنتهى الفخر ان انت تشوف هذه الامور على شاشتك، على شاشه قناه النادي الاهلي، كل المتنافسين ان شاء الله، ودي اخر كلمه هقولها في هذا الامر، كل المتنافسين هيبقوا متواجدين ان شاء الله ان شاء الله، او ستوجه لهم الدعوه بالتواجد على شاشه قناه النادي الاهلي. ال20 مرشح ان شاء الله يكونوا موجودين على شاشه قناه النادي الاهلي، كل واحد يتحدث بما يريده فيما يخص الجمعيه العموميه ومشاريعه ومستقبل النادي الاهلي من وجهه نظره. وفي النهايه تبقى كلمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي الاساس في كل شيء. عايز اروح بقى للدوري. الحقيقه الدوري بدا يا استاذ جمال بشكل مختلف وباسلوب مختلف وبنقل تلفزيوني مختلف، يمكن هي الحاجه الوحيده اللي احنا يعني ما بين وما بين لا، موضوع الحكام شويه، ولكن بشكل عام التحكيم ماشي نديله 50-50، لسه في كلام في هذا الامر، ولكن بشكل عام اعتقد ان الدوري بادئ بشكل جيد جدا. سواء الأندية بنشوف أهداف كتيرة، بنشوف نقل تلفزيوني جيد، بنشوف أفكار في الملعب، أفكار فنية جوه الملعب مختلفة طبعا. وفي كمان حاجة برضو مهمة جدا يا كابتن إسلام، أنه في نزعة هجومية حتى عند كل الفرق، يعني من خلال الجولة الأولى والجولة الثانية اللي هما الأسبوعين الأول والثاني، تبقى قاعد بتتفرج قلقان، يعني لو أنت بتشجع فريقك تبقى قلقان عليه طول المباراة. أيوة. لأن المنافس عاوز يثبت من بداية المسابقة إنه هو مش جاي إكمالة عدد. أيوة. يعني ده هو جاي واضح جدا إنه الفرق كلها صرفت وجابت لعيبة وعملت إعداد كويس، وخاصة الفرق الصاعدة من الدوري القسم الثاني، وايضا الفرق اللي بقيت في الدوري. يعني عندك البنك الاهلي والانديه اللي فضلت موجوده، بقى عندك 6 انديه عندهم رغبه متزايده، مش ان هو بس يكون مجرد موجود ديكور. لا، يعني كل الماتشات بنشوفها ماتشات قويه جدا، كل الماتشات مفيش ماتشات انتهت بالتعادل السلبي، يمكن غير النهارده سموحه والمصري، وكان في هدف والغي كمان. يعني اقصد انه في محاولات دايما على المرمى، ويعني في استعداد قوي، ولذلك هذا الاحساس بالنزعه الهجوميه عند كل الفرق مخلي الاهلي والزمالك والانديه الراغبه في المنافسه على اعصابها. يعني انا بلاحظ انه كل النهارده مش مدي فرصه انه هو مثلا يقول لك لسه قدامي 34 مباراه، لا ده هو عايز من النهارده كل حاجه تبقى خلصانه، كل حاجه تقول عاوز يخلص، عاوز ما يوقعش في الموقف بتاع كل سنه اللي هو في الدور الثاني وازاي يهرب من الهبوط والكلام ده او المناصب الشرفيه. يعني فالحقيقه انه بدايه، اعتقد انها بدايه قوية جدا. رابطة الأندية برضو عاملة شغل، نرجو أن لسه أنا دايما أقولها، نرجو أن يكتمل، لأنه حتى الآن يا كابتن إسلام مفيش اختبارات. يعني هما النوايا كويسة جدا، رابطة الأندية عاملة شغل كويس قوي، الاختبارات لم تبدأ بعد. الاختبارات إمتى بقى؟ لما يبقى فيه احتجاجات، في مشاكل، في كذا في كذا، لابد ان يكون لهذه الرابطه وجود، هي منتخبه من الانديه، ولكن هي منتخبه وعندها تفويض بالاداره. نعم. هذا التفويض بالاداره يجب انه يعني يستعمل بشكل جيد، بشكل جيد. ولكن استاذ محمود برضو، ما هو موضوع الجمهور بيعتبر اختبار، واختبار مهم. طبعا. موضوع النقل التلفزيوني اختبار، واختبار مهم. موضوع بعض القواعد اللي بيتم وضعها وبيتم تطبيقها واللوائح الواضحه، اعتقد ان ده اختبار مهم للرابطه وناجحه فيه حتى الان. لا طبعا، انك تسمع الصوت في المدرجات اللي هي الناس نسيته، ده حد ذاته ده حياه فعلا. لا ده حلم انك انت ترجع تبقى فيه، حتى لو كان 1000 ولا 2000، بس هو يعني اتمنى انه
من الرابطه يعني نظره كده قدام، يعني زود يعني ايه بعد مثلا في توقف جاي مثلا بعد القمه يبقى في المنتخب عندك بتاع، فكر بقى في المساله الجايه انك انت ترجع الجمهور زي ما انت شايف انضباط دلوقتي. صح. زود ود ثقه برضو. اما هناك انضباط زي ما حضرتك بتقول اعتقد ده اللي احنا كنا سامعينه. خلاص ما انت دلوقتي عندك انت القانون اللي يحمي الكلام ده يا كابتن اسلام، انت عندك لائحه العقوبات واضحه. انت عندك وعندك مفروض امن يبقى موجود، يعني مش 100,000 يا كابتن اسلام. كابتن سام انت دلوقتي في ملاعب استبعدتها بسبب انها مش عندها المواصفات الشروط اللي قلنا عليها قبل كده بتاعت الاجراءات التامينيه بتاعت الملاعب قالت عنها النيابه. نعم. انت هنا عندك يبقى لازم يبقى عندك الفكره انه كل ملعب عنده الامن بتاعه، الامن بتاعه ده يبقى موجود وسط المدرجات يعرف اي مصدر للخروج عن النص يعرف يحاسب وحاسب ان انا ايه ان انا مش هحبسه، لا انا امنعه من دخول خلاص انت مش معانا. ودايما في ملاعب قلنا يا جماعه جنوب افريقيا دولة كبيرة جدا، احنا يعني لما كنا في نهاية 2002 مع النادي الاهلي امام صن داونز بعد 14 سنة واحنا داخلين الملعب لقينا صور ناس كتير متعلقة على البوابات ومكتوب عليها 3 شهور 6 شهور. فبنسأل ايه يا جماعة؟ قال لك الجمهور دول مشاغبين ممنوعين من الدخول، يعني انت بتعرف الناس انك انت ايه الناس دي بتعاقبها بالصورة دي. لكن ايه هو الدوري؟ الدوري فيه 3 مدربين سوبر افريقيا اللي هو موسيماني وباتريس كرتينون ومعين الشعبان، ثلاث دول خدوا 10 بطولات دوري ابطال افريقيا. دول برضو الناس كلها تشوف ايه الجديد اللي هيقدموه بالاضافه للمدربين المحليين ال 15 الشباب اللي انت شايفه وفيهم عاملين شغل كويس. انا بقول لك لا في روح، في قوه، في اداء. النهارده انا اسف النهارده مباراه حتى المحله 3-2 كويس ان كابتن المباراه بكابتن علاء نوح وكابتن محمد عوده عاملين مباراه حزن فيها كفاح. تقعد تتفرج فيها على كفاح. مباراه جامده. انت يعني امبارح سيراميكا عمل مباراه مع الاسماعيلي والاسماعيلي بامانه في الماتش ضيع فرص كتير جدا لكن عرف يخلص الماتش لصالحه. لكن عاوز اقول لك ايه؟ انه في شيء كويس جدا، هذا الشيء اللي انت شايفه طالع فنيا تحافظ عليه بيه؟ محتاج بقى التحكيم بقى. ايوه محتاج بقى الخطر دلوقتي يا جماعه وخطوره الامر اللي قاعد ورا اللي قاعد في الغرفه المغلقه دي هو اخطر من الحكم. اصبح يدير الامر بصوره واصبح انه الحكم بدا يعتمد في قراره على الصادر من غرفه طبعا. ايه الفار. غرفه الفار. يعني عامل ايه دلوقتي الحكم على ما يبدو رغم انه البروتوكول بيدي الحكم القرار. وعاوز اقول للناس تبص كده بصه كده على الحكام مثلا زي مصطفى غربال وزي الحكام اللي في المغرب وتشوف حتى ما بيدوروا المباريات الكبرى بيلجأوا للفار كم مره في المباراه. شوف بيسمع قد ايه في ودانه ممكن ما بيردش. شوف بيبقى عنده الشخصيه والقوه في اتخاذ القرار مش منتظر حد يساعده. لو انت كحكم انتظرت كل واحد يقدم لك مساعده اذا هو ما ندركش وقال لك في مشكله ما تروحلوش. يعني عاوز اقول لك ايه؟ اذا قعدنا معتمدين زي لقطه وتوقف فيها الماتش حوالي دقيقتين او 3 دقائق في بره بتاخد مفيش ما بتاخدش نص دقيقه وبتاخد فيها القرار لان المساله مش محتاجه ايه كل شويه توقف كل شويه توقف كل شويه تعيد عشان لقطه. مثلا في ماتش السيراميكا والاسماعيلي امبارح المباراه وقفت 3-4 مرات على لعبات ما يعني ايه ما تستوجبش من الحاجه الا اذا كان حد يكلمه في ودانه. فانا عاوز اقول لك ايه مع الشيء الجميل ده انت كرب بطالب رابطه الانديه ومع كامل احترامي كابتن عصام عبد الفتاح انه انا مش عايزك تطلع تقول لي اللعبه فيها 50-50 ولا 60-60 ولا 70-70 ولا 80-80. انا عاوزك تقيم تحكيمك من غير الناس انا عاوزك تحاسب الحكم في الخطا اللي ارتكبه زي ما بقول لك مش من حق انك انت تعلنه عشان ما تقللش من هيبه الحكم لكن انا عاوزك تحاسب لي الناس اللي جوه. يعني اللي جوه دول قاعدين مين هيحاسبهم؟ هتحاسبهم انت اللي جوه اللي هم فين الفار. لا الفار يعني الفار ما انا عاوز افهم دلوقتي الفار دول اللي تم اختيارهم ما دلوقتي في كلام احنا يعني لا نملك ان احنا نتهم حد بس عاوز اقول ايه الضمير كره القدم المصريه محتاجه للضمير عشان تطلع. لو ما كانش في ضمير وفي مراعاه بامانه شديده انك انت مسؤول وهتضيع مجهود ناس ومجهود انديه صارفه فلوس قد كده في قرار في تصرف في تجاهل في عمل انك انت بتعيش في الشخصيه على الضعيف او فرقه بتخاف منها وتعمل لها حساب تلقى القرار يجري وفي فرقه ثانيه يعمل نفسه مش واخد باله وممكن. فده مع كل الشغل اللي انت شايفه ده الدوري محتاج التحكيم محتاج يتظبط. محتاج يتظبط ايه؟ ايوه الاختيار
الحكام الدوليين في المباريات المهمه جدا، لازم الحكام الدوليين المعروفين في اختيار الفار برضو يكون ناس الخبرات هي تبقى موجوده، يبقى في محاسبه، يبقى في متابعه، يبقى في تصحيح الاخطاء. الخطا يا جماعه هي الحياه مليانه بالاخطاء، ما انت الاخطاء انت بتتعلم منها، لكن تكرارها بصوره بنفس الشيء ده يعمل لك مشكله ويحطك تحت ضغط كده. المشهد الجميل، الملاعب رائعه، التصوير جيد، ها نتمنى ان التحكيم يكون على مستوى الحدث اللي احنا شايفينه. وخلينا برضو ما نكونش يعني محبطين قوي من موضوع التحكيم، لكن بنسبه انا بتكلم مش على مباريات الاهلي، بنسبه افضل يعني عن السنه اللي فاتت. طبعا التحكيم هرجع لك فيها، هرجع يعني اصل لا ما خلينا دي هي نفس الحكايه طبعا لما يعني اما ياتي وقت اتحدث، لكن الحقيقه كتير قوي اللي بيحصل يعني. تمام اتفضل. يعني هو التحكيم عنصر مهم جدا في يعني في منظومه كره القدم طبعا، يعني بدون تحكيم في حقوق بتهدر يعني لو التحكيم مش دقيق. بس انا طبعا احنا كنا ناقشنا في حلقه قبل كده بند واخدينه من اللائحه الدوليه ان الحكم اللي يعترف اللي يعترف دي اللي بيعترف بخطا قلنا ده لا يمكن لا يمكن يحصل لا يمكن يحصل. بس لا انا رصدت في الايام اللي فاتت تصريح من الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول ان هدف الزمالك الصحيح الاول في الدوري من ضرب الجزاء غير صحيح، وقال 50-50 50-50 يعني اذا كان رئيس لجنه الحكام بيقول كده طب هل يعني يبقى احنا كده عملنا ادانه مبكره جدا للتحكيم، لازم يعني نستيقظ جدا منها ونكون برضو يعني واقعيين اكثر في ان يعني التحكيم فعلا مفيد بحيزه ده ولا لا. يعني اذا كان رئيس لجنه الحكام نفسه بيعترف بخطا يعني في ماتش مهم جدا وفي بدايه الدوري ايوه، طب فين البند ده؟ هل هتعيد المباراه ولا مش هتعيد المباراه؟ لا. ولا ننسى البند ده من اصله؟ مش هو الحكم رئيس اللجنه. فطبعا يعني ده برضه يعني نقطه هو بيعترف ودي لا مفيش اعتراف ودي على الحكم يعني مش موجوده في النص اه والله مش موجوده في النص. يبقى انه يعني موسم ساخن جدا، معدل انا عاجبني جدا معدل التهديف اللي فيه عالي جدا، في جرأة من كل الفرق. النهارده احنا قدامنا كيانات كرويه ذات طبيعه اقتصاديه عاليه جدا، فعندها امكانيات رغم البدايات بتاعتها يعني لسه في بدايه مشوارها. فطبعا اللي انا شايفه ان يعني احنا هنستمتع بالموسم ده، بس يبقى برضه عنصر التحكيم هو اللي يعني اللي بيخلي الفيصل الطيارات الفيصل في النجاح. طيار الكهرباء مظبوط ولا هيعمل لك مصيبه ولا هيعمل لك مشكله، ولا مع الجمهور الجميل اللي لازم يزيد تدريجيا خصوصا بعد جوله منتخبنا الافريقيه. احنا الالتزام ده ان شاء الله اعتقد ان كان هناك تصريحات البدايه يعني 30000 30 مطالب 30000 رفع على 30000 بس انا رايي انها تتعمل بالراحه شويه لانه لا هي طبعا تجربه. انا معاك تجربه فلازم تتنظم لان في اجراءات احترازيه يجب ان يتم اتخاذها. تمام استاذ عصام اسمع رايك برضو فيها. خلونا نقول نعملها بالراحه بس بشكل عام. ما انا بقول لحضرتك خلونا نقول اهو استاذ جمال عايزين نعمل ده بالراحه، عايزين نخلي بالنا، عايزين نلتمس ان التحكيم بقى يعني هذا الكلام لا تستحقه البلد العظيمه دي. أيوة. ولا يستحقه موسم كل النوايا فيه بالعمل الجاد كانت تذهب في اتجاه انه يبقى عندنا في الصناعه الامل قائم بنسبه اعلى من 90%. الكل عمل ما لديه من واجب عملي على الارض ما عدا الناس دي، اما يكلموك عن تحكيم هو دولي، وبالمناسبه يعني الحكم الدولي لا يهمك دوليته الا حين يركب طائره، لانه اول ما بينزل البلد الاخر بيحط الشاره هنا. الدوري الانجليزي لا يحكم مبارياته اللي هي يعني مع المتنافسين فوق او حتى عند معارك الهبوط الكرويه يعني من هم دوليين بالضروره خالص، هم حكام الدرجه الاولى لكن موجودين في بلادهم لانهم محققين اعلى الارقام. مش حكم بيتغير لانه ساقط في وارنر تيست لولا النادي المنافس اكتشف طلائع الجيش ما كان الحكم ليتغير،
ليه؟ ليه؟ طب انت بتحبه خليه ينجح مش نجحه، اصل نجحه تفرق عن ايه؟ خليه ينجح، خليه ينجح يعني هيجري يشتغل زي زمايله، هيشتغل على نفسه يعني. لكن ما تسمعناش الكلام الغريب بتاع اصل واحد عظمه عريض، وكنا احنا بنقيس ملابس يعني مش بقبل ارقام وقياسات وكذا. ليه الناس دي ما بتعملش الشغل اللي عليها؟ ليه الناس دي يعني هل هم مثلا يا اخي الناس اهالينا من ذوي الهمم بيقهروا ده، بيقهروا ده، وانتوا ناس ما شاء الله اخذتم كل شيء من رب العباد وعلى الارض وبتشتغلوا شغلانه هي لعب، والحافز بيزيد وتقدروا تزودوه اكتر لو نجحت الصناعه، بدل ما تلتمس عدد من المباريات عشان تكمل الالفات والكلام ده، هيبقى عرقك وشغلك وطبيعه ادائك. ده بالظبط زي الملاعب اللي استبعدت بعد ما كانوا الاخوه بيقولوا لنا لولا هيئات عظيمه في مصر لديها ملاعب، والحمد لله انها هيئات وطنيه، لانكشفنا اكثر بعد 20 ملعب تقلصوا لست ملاعب معتمده. فين بقى بقيه الشغل؟ فين الكاميرات؟ ما اعلمه ان ملعب شركه استادات اتحط له 159 كاميرا، بقى عنده 38 بوابه الكترونيه. دي ناس بتخطط ازاي تستثمر وازاي تكسب، علشان حضور وانصراف وامان اللي عايزه الاستاذ جمال، معلش هنستبدل كلمه بالراحه شويه دي باجراءات صح شويتين ثلاثه محترفه 100%، وبالتالي كل واحد يعمل اللي احنا مش طالبين من اي حد اي بوكي ورد وهو جاي، بالعكس. وانا بس كلمه بالراحه انا بقولها بناء مش على مقدر رأي، انا مقدر بناء على تقدير طبعا رئيس رابطه الانديه يا باشا، حتى الراجل النائب احمد عشان ما يحصلش هو بيقول ان هي تجربه ما يحصلش دروب. ما هو انت النهارده بعد فتره حتى النائب يا استاذ جمال لا بعد حتى فتره حتى النائب بيلتمس طريقه اكنه برضه راجل معزوم في فرح مش عاوز يبوظ الفرح. لا يا حبيبي انت راجل رايح طالب النسب يعني حضرتك هتبقى ليك حقوق وعليك واجبات. انا ما اعرفش هو ليه سايب التحكيم مع ان التحكيم من صميم اختصاص الروابط في كل العالم هو مش تبعه حاليا 100%. ما ينفعش بقى، ما هو بص دي يا مره واحده يا ما فيش بقى بدائل بقى ده كلام كله اصل الواقع كده بس هو ده الواقع يا كابتن. بس اكمل بس يعني وجهه نظري وحضراتكم اتفضلوا. دي ما فيهاش ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، دي ما فيهاش خالص. انا رايح اناسب يا اما ادفع المهر والشبكه وكذا، يا اما والله احنا ما ننفعش مع بعضينا يا جماعه. مبروك يا استاذ عصام، مبروك. وبالتالي ده لا كلام، هو كلامك صح ما فيهوش بقى نصين. بص يا كابتن ده في المثالي. طب هل ممكن اطلع فاصل ونرجع نكمل؟ مش انا بس اطلع فاصل بس معلش في الاحتراف اللي هم قالوا احنا محترفين، واذا ما كانش هيبقى ليهم كمان هم بالذات حاجه اسمها ما معناه بدلات للبورد لما يجتمع وحاجات ادفانتج ليهم مالي، ما احنا مش عايزين متطوعين تاني الحقيقه كلام محترم جدا، وهنكمل كلامنا في هذا الاتجاه وفي هذا الاطار، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للنادي الاسماعيلي اعلن استقالته على الهواء مباشره، هو دلوقتي في لقاء مع كابتن سيف زاهر في اون سبورت، واعلن استقالته على الهواء مباشره من النادي من الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم ما هي في مشاكل بتحصل في كل الانديه، في كل انديه مصر يعني، لكن ما بتصحاش الصبح غير انت تلاقي ايه غير الاهلي في مشاكل في حته غير الاهلي، كهربا وضرب مش عارف مين وموسيماني اتخانق مع مين ومش عارف مين. احنا قلنا حسبنا الدوري عملنا ايه؟ حسبنا الدوري. لا بس ده معروف من امبارح من التصريحات اللي قالها. شوف انت التصريحات كانت واضحه ازاي، كانت واضحه للجميع يعني، فالناس سايبه كل الناس سايبه كل الكلام ده ورايحه ان الاهلي اصل كذا اصل، على الرغم من ان دار حوار ونقاش ما بين صديقنا احمد الخولي مع المستر موسيماني في المؤتمر الصحفي، وتاني يوم الموضوع انتهى اتقفل يعني. يا كابتن ده اتقال غلط نقلا عن الزميل احمد الخولي اللي قاله غير اللي الناس تنقلوه. الناس اللي عايزه تعمل الفورتينه لان الراجل قال له انت مين اللي قال لك، فيبدو ان هو احرج، هو طبعا ما ينفعش لكن يبدو انه من حرج وقال له يعني عايز يقول له مصادر، فقال له ايه ناس يعني مقربين يعني. طب انت واحد قال طب ما اللي عايز ينشر بقى ينشر كده يا جماعه، مش يقول ده قال لكن في النهايه كهربا صاحبي وقال الناس مسكت في هذا الامر.
ما حدش اتكلم مثلا عن ان الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال يا جماعه ما فيش حاجه حصلت والدنيا تمام واعادت انا وكهرباء وكذا وقلنا كذا مطلوبة. وكذا الاستقرار لا لكن علشان ماتش الاهلي والزمالك واللي قالها قالها ازاي بقى قعدت وسمعت لعيبي ومستر موسيماني هيسمعوا في مران اللي هو كان النهارده اللي قالها قال لك ايه تحويل كهرباء الى التحقيق الناس هي في جرايد الرئيسيه اللي في البلد يعني ما اعرفش فيعني برضو حاجات غريبه جدا انا ما هو عاوز اقول لك على حاجه الحوار بأمانة شديدة أنا ما كنتش حابب مستر موسيماني يدخل في الحوار ده أصلا يعني المفروض طول عمر المدربين الأجانب وحتى المدربين المصريين ما بيدخلش في الحوار ويوسعه أنت وسعته في دايرته ليه؟ يعني أنت هو حتى لو هو التاني طبعا ارتبك أحمد أي واحد فينا ممكن يتعرض للموقف ده على فكرة يعني ممكن يقول لك مصدرك إيه؟ فانت تقول لا ده واحد كان صاحب الاستاذ جمال الزهيري هو لا طب مين هو صاحب جمال الزهيري اه وكده طب خلاص طيب ماشي اشوف انا كده الاوضه بتاعتي مختاره قال حاجه محمود قال ايه موسيماني قال اصلا انا فعلا قلت كده الكهرباء ايوه طيب ماشي يعني خلاص الكهرباء وغير كهرباء يعني ده طبيعي ان اي مدرب يتكلم معاه طيب ويشجعه وبتاع ويحمسه انه يقول لك طيب خاطرهم يعني لعيبه كلنا بس هو كلمه انت مين اللي قال لك دي هي يعني انا مش بتكلم على الامر ده تحديدا يعني انا ما عنديش مشكله ان ده يحصل او ما يحصلش كل واحد له وجهه نظره وكل حاجه لكن انا بتكلم عن ما هو يا جماعه في مشاكل في مصر مفيش موضوع يعني غير ده في مشاكل في 17 نادي تاني يعني انا قلت هل حد اتكلم مثلا عن مشكله دي بيبقى لها طعم وبتعمل ما هو ماشي يا استاذ جمال بس ما هو مش كده هو انا سلبي 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 وما بتكلمش غير سلبي بس على النادي الاهلي واشمعنى أيوة اليومين دول انا هضغط عليك ازاي طيب ايوه هو ضغط هضغط عليك ازاي ما هو ماشي انا سلبي بس انا هضغط عليك ازاي دلوقتي قبل ماتش قمه اعمل لك دي تكون انا مثلا من قناه نادي ما عنديش مشكله ان هو بيعمل كده لان ده طبيعي لكن ان انا اشوفها في قنوات من المفترض ان هي قنوات محايده وان هي بتتكلم على الجميع هو قضيه الشخص اللي احنا عارفينه قضيته ايه نفسي افهم يعني انت هدفك الاساسي هو ده الموضوع الاساسي يعني هل يا جماعه في حد من المسؤولين في النادي الاهلي بامانه شديده شيء غريب جدا والله طلع اتكلم قال والله الصفقات في نادي الزمالك أصله فيها وقريب كارتيرون هو اللي جاب وفلان قال ولا الزمالك جاب صفقة فيها أنا مستغرب والله أنت شغل نفسك بالنادي الأهلي ليه؟ أنا بتكلم يعني أنا فاهم لا أصل أنا اتفاجئت برضه واحد حاط خلاص يعني أنت قضيتك الأساسية إنك أنت لازم تعمل مشاكل النادي هو خلاص حط نفسه في الإطار ده وبأمانة شديدة واحنا عارفين يا أستاذ محمود وتعلمنا منكم هذا الكلام إن النادي الأهلي دايما هو اللي بيجيب مستهدف لا مستهدف. وهو اللي بيجيب مشاهدة أكتر وهو اللي بيجيب كذا وهو اللي بيجيب كذا ولكن يعني مثلا ما حدش اتكلم مثلا على قضية كريم بامبو مثلا إن هو من شهر مايو إن هو معروف إن هو خد أو يعني خد في الآخر هو خد بالخطأ أو بالخطأ أو بالدكتور إداله حاجة في الآخر دي حاجة رسمية لو حاجة من شهر خمسة دي لو حصلت في النادي الأهلي كان إيه اللي حصل؟ الحصل؟ كان كابتن على قلة خبرة العالمية على قلة خبرة الناس ربما في إيسترن يعني إنما ده في خمس لعيبة أجانب بفلوس قد كده ما تسجلوش دائف مثلا دائف في شريان الدخان ايوه ده انا قلته شغل صحافه اقله 10 سنين قدام قالوا الاستاذ بس مفيش مردود 10 سنين قدام شغل يعني الصبح يطلع منه خرطوش الشغل نسمع بعض بس مفيش مردود في المشاهده مثل المثال اللي قاله استاذ دي كلها اصل انا قلت الكلام ده طبعا يعني اهلي ومع كهرباء مع موسيماني خد عندك يعني شغل ايوه لكن يعني في النهايه بس هو يعني هو المشهد ما انت لازم برضه تبقى فاهم ان هو ده الاهلي اوكي انت ضامن اي حاجه بخصوص الاهلي لازم يبقى لها رد فعل عشان جمهور لكن نعمل من الحبه قبه وندور على حاجه نعمل منها اهم حاجه كهرباء بامانه في الفتره اللي فاتت دي وعلى مدار الفترات اللي فاتت يعني ايه التخبيط بص التخبيط ده مستواه نزل ده ما فيش هو مشي وراح ده ما عملش حاجه ده اتحط بص ده مشكلته مع مانويل ده مع مستر بيتسو ده عاوز عارف انت ايه حدوته حصلت في حوار انا كنت حابب انه ما يخرجش المؤتمر الصحفي عن اطار كونه مؤتمر صحفي خاص بالمباراه يعني ايه على فكره ده طبيعي وده اللي بيطلب طبيعي انا بكلمه يبقى في وكان على مستر وكان على مستر مستر بيتسو الناس بتحبه وهو عنده راجل يعني خف الدم برده ما كانش هو يخرج برده عن النفس
ويدخل في حوار لانه ما كان ممكن. سيبها محمود عايزه مودريتور عشان يقول للناس من فضلكم في بطوله افريقيا. يعني انا اختلفت مع واحد قال لي احنا بنقول دي ودي القواعد ما قدرتش اتكلم يعني على بعد العمر ده معاه. عشان عايز اقول له انت ليه قلت كلام زايد بالماضي كذا. قال لي من فضلك الحوار عن مباراه الجزائر وجنوب افريقيا التي انتهت. ولا اقدر اقول له حاجه طبعا. فانا مش بتكلم في ماشي حتى لو وجهه نظر مختلفه عن الموضوع انا مش فارق معايا الموضوع نفسه، ولكن انا فارق معايا المفروض في منسق للمؤتمر. لا لا طبعا بيتكلم بعيد كده تلاقيه بيقول لهم يا جماعه اصل ده لاستيك ويتشن قال يعني اجنبي لاستيك ويتشن. طيب انا بسال يعني فبتكلم في امر تاني. طيب ما هو مش طلعت تصريحات من الكابتن سيد واتقال ان هو قعد وعمل وخلى والموضوع انتهى ومفيش كذا ومطلع. لماذا لم تبلور هذه التصريحات بالشكل اللي اتبلورت بيه؟ مش هتتبلور زي القصه. لا في عامل اضافي معلش. بص يا كابتن عايز اقول لك على حاجه. الجماهير تعود يا محمود. ايوه الجماهير تعود. الاهلي بعد كل الضربات والكلام على الاحتراف مفيش ديون مفيش قروض مفيش اي حاجه وعندك بقى انت المفروض الناس متعوده في الانتخابات ستعود الدنيا. وبالتالي جمهور الاهلي الاكثر تنظيم الاكثر قدره على التواجد في المدرجات اديله واحده جامده بقى. لا ده مش واحده جامده. لا ده انت على فكره مع كامل احترامي لا انا بعض الاحيان بشعر انه في شيء ممنهج. ايوه لا في شيء ممنهج ضد الاهلي بصوره او باخرى وبيتم يعني عايز اقول لك ايه عليه ابديت كل يعني يوم. لا 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 هل من يعني هل وصلنا من مرحله ان احنا في مجلس النواب مثلا نناقش قفش كمال في لجنه الشباب يعني مع كامل احترامي يعني هل قضيه تطوير الكوره والبحث عن بتاع ولا قضيه هي انك انت تدور وتناقش قضيه في حد ذاتها انك انت طيب هتطبق مركز التسويق والتحكيم اللي خد قرار باعتبار الاهلي في مثلا مسابقه 99 الغد اللي هي تاهت وراحت محدش عارف ايه. ودي بس انا بكلم هو في الكاس هيكمل ولا مش هيكمل. انا بكلم سؤال بقى. لا ما السؤال انا عايز اساله على الهوا على فكره كابتن ازاي القرعه هتتعمل بكره منتظر تطبيق جديد. انا بمناسبه جديد انا منتظر تطبيق وان اتحاد الكوره يطبق قرار 99 يعني ايه انه يصل الامر انه يتم نقاش هذا الامر اللي هو اتحاد الكوره الجهه الرسميه قالت لك لا انا جاي منفصله. طب يا جماعه ما احنا قلنا قبل كده انه التسويق المركز ده بموجب القانون المصري. طب يا استاذ محمود انا بس عايز اسالكوا سؤال تاني بمناسبه اللي حضراتكم بتقولوه. تعرفين حضراتكم ان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا للكره النسائيه يوم الجمعه اللي جاي. الافتتاح بتاعها مين اللي جاي؟ جاي فاطمه سموره الامين العام للاتحاد الدولي. للاتحاد الدولي في منصبها الجديد. في منصبها الجديد يعني. ورئيس الاتحاد الافريقي دكتور متسبي. ومعمولين امتى الافتتاح؟ معمول امتى الافتتاح؟ معمول يوم ماتش اهلي وزمالك. زمالك انت متخيل الـ 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 الوضع اللي احنا فيه؟ الخطا هنا توقيت غريب جدا يا جماعه. دول صحاب الباشمهندسين يا جماعه والله اصحاب الباشمهندسين وبالتالي هم يقابلوهم في الفندق القريب من 5 شارع الجبلايه واستضافات ويروحوا مع بعض الماتشات. لا بس هو برضو انت هنا بتتكلم على بلد مش بتتكلم على ده اول مره تحدث في التاريخ ان يبقى في تنظيم لمثل هذه البطوله وجاي ناس. لا يعني انا اللي بنظم انا كاتحاد انا اللي بنظم. طب ما انا اخلي الماتش ده يا سبت يا خميس مش هتفرق على فكره. مش هتفرق. والاتحاد الافريقي هيستجيب 100% ولا عنده مشكله. اتصور ان ده هيحصل. هيحصل امتى؟ ده ماتش الجمعه اللي جاي اعلنوا ان هم الافتتاح خلاص. يعني اتمنى ان ده يحصل. شيء غريب جدا ان يحصل تضارب بالشكل ده. والله يعني لا تنسيق مع الاتحاد الافريقي ولا تنسيق مع الاتحاد المصري ولا الرابطه. اللي محدد حتى لو في البطوله الاتحاد واللي محدد ميعاد ماتش الاهلي والزمالك الرابطه. لازم يديها واحده عم جمال. لازم يلعبوا على بعض يعني. ليه بقى دور الاتحاد الافريقي فين؟ ليه بقى عايز الرد اللي هيحصل؟ دول ناس اذكياء عشان ماتش الاهلي والزمالك نخفف اللود عن الشعب. ايه ده؟ يا عم انت تسمع حاجات غريبه والله. ما انزل الله بها من سلطان. يا جماعه الناس خلاص الناس يا جماعه بتعمل النهارده طلب شوقي غريب موقوف التعاقد بتاعه بموجب ان الاولمبيات اتناقشت مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه انه 20 شهر على اول مباراه لابد من تجميد التعاقد ده واعاده بحثه لان الاولمبيات يعني الدوله بترصد حتى لو كره قدم تمام. فيطلب انه يتعمل بسرعه جدا في 7 نوفمبر معسكر المنتخب الاولمبي اللي ما عندوش حاجه 20 شهر استعدادا عادي جدا. بس ما هو اول حاجه استعدادا لتفعيل العقد يا استاذ جمال. لتفعيل العقد لكن
حاجة تانية برضو، ما هو أنا برضو برجع ألف وأدور على نفس الأمر. أنا أعمل افتتاح بطولة يوم ماتش أهلي وزمالك؟ لا طبعا ما ينفعش، طبعا ما ينفعش خالص. لا يعني هل أنا ممكن؟ لا بجد والله أنا يمكن يبقى فيه وجهات نظر مختلفة. لا لا ما ينفعش طبعا، ده حدث كابتن إسلام يعني، حدث مباراة القمة دي حدث أمني وحدث جماهيري وإعلامي، مش حتى على مستوى مش المحلي بس، على المستوى القاري يعني والعربي. فده ده حدث مش سهل، مستوى الافريقي يعني ما سحبش بقى اي شيء يعني، رغم ان في انا برضه مستغرب ان في اربع ثلاث ماتشات في نفس اليوم مع ماتش الاهلي والزمالك، وده شيء ممكن نتجاوزه شويه. انما بطوله افريقيه لاول مره ننظمها، المفروض ان دي حقها في افريقيا، دي حقها بالاهتمام من الجماهير، ودي حقها بالاهتمام من الاعلام. ازاي يعني تخش على بعضها كده؟ لا على فكره يعني في مصلحه البطوله ماتش يعني الاهلي والزمالك الناس هتشوف. ايوه انا لو جيت سالت اي البطولة لو واحد ماشي في الشارع كده وسالته انت هتعمل يوم الجمعه، تلاقي الناس مظبطه يومها كل جمعه على ماتش اهلي وزمالك. دي حاجه جديده احنا عايزين نشوفها بالظبط، يعني البطوله الافريقيه النسائيه دي وفيها فريق عايزين مصر نشوف. وادي دجله مشارك في هذا الامر. ليه نحط نفسنا في الموقف ده؟ عايزين نعرف بصراحه مين المسؤول. عايز تعرف بالظبط كده بقى، وربنا بقى يعني ايه يتوب علينا من الكلام ده. الموضوع واضح، انت بتقول للجهات الدوليه ادي التدخلات حاصله اهي، شفت عشان هم قالوا البطوله تتعمل يوم ماتش ديربي، ادي اللي انتوا هتسيبوا لهم ازاي يعملوا اتحاد كوره، في جمعيه عموميه منين، في مسؤولين كوزير شباب والرياضه ممثل الدوله المصريه منين، شايفين بيعملوا فينا ايه، حتى دي مش عارفين يرتبوها. هو الخواجات بس الكلام ده هو يا كابتن اسلام، هم معانا في المطبخ هنا ده اللي بيوصل لهم. ما انت قلت ساموره جايه، خليك كن صبوره شويه وانت تشوف كل حاجه. طيب ممكن نكون صبورين ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. احسن تيجي صبوره واحنا هنا نبقى في مشكله. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ممكن ما نلاقيش اي كارت للبطوله ما دام قلنا كده. طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يوم الجمعه القادم ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك يا استاذ جمال. نعم. ايه رايك بعد كل اللي احنا قلناه ده بقى؟ اه كفايه بقى. لا طبعا هي مباراه طبعا مهمه جدا، مباراه هترد على حاجات كتير بالتالي، يعني في كلام كتير بيتردد عن الفرق والمستوى في حاله من الثقه المبالغ فيها في الجانب الاخر او المنافس. اعتقد ان الرد لازم يبقى في الملعب. المباراة طبعا مهمة جدا لان هي استمرار لتفوق النادي الاهلي، يعني الفوز في هذه المباراة مهم جدا 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 لانه هيدي ثقة لموسيماني، ثقة شخصية، لانه كان واضح برضه على ضوء الكلام اللي احنا قلناه ان هو متأثر قوي بالكلام اللي بيتقال. يعني هو بقاله فتره الحقيقه موسيماني شاغل دماغه، شاغل دودانه لل... هو لازم برضه لا شاغل دماغه، شاغل دماغه هو طبيعي، بس هو شاغل دماغه قوي. ويمكن ظروف يعني المباراه بتاعه الاسماعيلي، الاهلي قدم عرض رائع في هذه المباراه طبعا، وتالق بجميع الصفقات الجديده، نزلوا كلهم قدوا عرض قوي جدا، والناس وهو بس مستر موسيماني مش قادر يعني يستوعب قصة ان النادي الاهلي مش مطلوب منه ان هو يكسب ماتشين ثلاثة ويريح. لا الاهلي ما هو ضغط طبعا. يعني انا بعذره في ايه؟ هو يقول لك مثلا البرازيل يا جماعة بتخسر، المانيا بتخسر، دول يخسروا، احنا مالناش دعوة. احنا عاوزين النادي الاهلي ايه؟ كل ماتشاته تبقى بنفس القوة. بس هو برضو يا أستاذ يعني لازم ياخد على الأجواء دي طبعا، ياخد وقته يعني. أنا معاك في هذا النقطة، بس هو في نفس الوقت ما هو موسيماني ده هو اللي عمل التشكيلة طبعا بتاعت مباراة يوم الإسماعيلي، والناس كلها سقفت وأشادت وبتاع، بالتالي يعني أنا بشوف إن الراجل ماشي بشكل جيد جدا جدا. وبعدين لما تيجي تحسبها ولما تيجي تبص لها من كل الطرق هتلاقيها باتجاه واحد فقط. خلينا نتكلم ارقام، انت خلينا نتكلم ارقام. عاوز اقول لك على حاجه، الارقام مفيش كلام. انت الناس معتقده انك انت هتادي كل الماتشات برتم واحد. لا طب هو ده كلام مستحيل، مفيش كوره يعني هتكسر الدنيا. يعني ايه
الناس يعني ما شافت اللي حصل في ماتش الاسماعيلي اعتقدت انه بس ده شيء طبيعي. يعني ما انا بكلمك اهو ما طبيعي جدا الجمهور رد فعله كمان الجمهور اتغير يا كابتن أوكي. مش الجمهور كل حاجه اتغيرت مش الجمهور بتاع زمان اللي هو عنده نوع عصب لا دلوقتي شايف انه ايه احنا عندنا مشكله بنطلع فوق قوي ايوه ها ونخبط فوق يا جماعه طب بالراحه يعني لسه يعني ايه لسه المساله محدش عمل حاجه وعلى فكره برضو الموسم ده انا بقول اهو برضو لا انت عملت فتره اعداد ولا كل كان بالصوره اللي انا اعرفها ما تقوليش اسبوعين وهنا في القاهره وتقسيمتين وبتاع وكلام الاعداد بياخد اسبوعين وثلاثه وبياخد شهر ومباريات وخمس ست مباريات على طول لكن عاوز اقول لك مباراه الزمالك مباراه عاوزه اعداد نفسي بالدرجه الاولى نفسي ليه بقى معاك 100% انا لازم اعداد نفسي لانه ما يتعرض له لعيبه الاهلي على مدار البرامج اللي احنا بنشوفها ونجيب حد بصفه يقعد يتكلم ويقول لك اصل مستوى النادي الزمالك لعيبه الزمالك الكواليتي اعلى من لعيبه الاهلي طب ماشي يا سيدي طب اقنعني يعني مثلا ايه يعني انت بتقول الكلام ده على اساس يعني انت مثلا خدت اثنين افريقيا مثلا طب خدت السوبر الافريقي طب رحت كاس عالم ثالث خدت الكاس يعني عاوز يعني ما هو المقدار والتقييم هل هو النتائج ولا الكلام يا استاذ صاحب المقارنة طبعا ما انا دلوقتي بقى في حاجتين كل واحد على كد على ابو رسمع انت قلت واحد الكواليتي فانا بقول لك الكواليتي انا بقول لكم المينتاليتي خلاص يعني عاوز اقول لك ايه مثل هذه الامور والكلام اللي بيتقال ده لازم لعيبه الاهلي يشوفوه ايوه يعني ايه لما يتم الكلام معانا لازم اوريك ازاي ان انا اعد لعيبتي نفسيا لازم توريهم في الملعب تعال لا الرد يكون في الملعب ودايما صح. هذا هو قانون الاهلي بس الرد في الملعب مش بالكلام بالظبط خلاص لو انا يعني اخذت نفسي ورا الكلام والتصريحات وشغلت بيها نفسي لا انا اخد ازاي قدره الجهاز الاداري وعلى راسه كابتن سيد ابو حفيظ مدير الكوره وموسيماني اعتقد عنده ما يملك من قدره ان هو بامانه شديده هو من المدربين الذين يجيدون قراءة المباريات الكبرى يعني المواجهات الكبيرة جدا بيعرف يعدلها كويس جدا التوفيق أنا أتمنى التوفيق يكون حليف الأهلي في المباراة لعبت الأهلي يكون عارفين قيمة نفسيهم أولا وإيمان حقيقي بناديهم وإن هم خلاص البطولات اللي حصلت الموسم الماضي خلاص يا جماعة شكرا بتبدأ صفحة جديدة صفحة أول سطر فيها الدعم المعنوي إنك تتحقق على المنافس التقليدي بتاعك فوز مهم جدا قبل فترة التوقف ده بيديك دفع ده بيديك دفعك كبيره جدا هو ثلاث نقاط زي ثلاث نقاط بست نقاط مش ثلاث نقاط لان هو دايما بس هي طبعا ثلاث نقاط ليها قيمه نفسيه معنويه ذهبيه زي ما بيقول استاذ عصام لان احنا في بدايه الموسم ومحتاج قوه دفع عاليه جدا لمواصله الانتصارات في نتيجه المباراه هتفتح نفس لعيبه الاهلي على تقديم موسم جيد وما فيهوش استفزازات كثيره المطلوب من يعني احساس بمسؤوليه المباراه وقد ايه جماهير الاهلي متعطشه ان هي تشوف ماتش كويس ونتيجه ايجابيه فطبعا ده يعني زي ما قال الاستاذ محمود اعداد نفسي في الدرجه الاولى يعني فبالتالي يعني انا شايف ان فرصه الاهلي في المباراه دي ايجابيه جدا يعني ان شاء الله ليه؟ لان واضح ان الطرف الاخر بيجهز بطريقه بيلعب بذكاء كارتون بيقول الاهلي بيلعب بنفس طريقه موسيماني اللي كان بيعملها معانا يعني الاهلي اكثر استعدادا وده طبعا انت زمالك وده اهلي يعني كنت احنا بنقول مباراه قمه يعني انت قمه وهو والاهلي قمه فبالتالي يعني مثل هذا الكلام مش هيخش على لعيبه الاهلي لازم يكونوا فاصلين جدا لما يعني يرمي لي مدرب الطرف الاخر كلام قديم هو كلام بس هو لا لا قديم مطروح هو مطروح فبالتالي يعني 98 رحمه الله انا شايف ان فرصه الاهلي انه يقدم مباراه كبيره موجوده عنده اوراق كثيره وعنده حماسه من جميع اللاعبين ان هم يكونوا على يعني في وضع اسبق من يعني من كل الفرق الاخرى في حاجه حصلت ان بطوله الدوري ضاعت الموسم ده واحنا يعني دي نقطه وعلامه ان انت مطلوب منك اكبر دافع يعني انت تحقق اكبر يعني فوز يعني مهم جدا في هذه المباراه
لبداية انطلاقات أخرى والوصول إلى استعادة لقب الدوري بمشيئة الله في نهاية الموسم. وده طبعا بعيد شوية، لما لازم ده بيركب على ده وده بيركب على ده لنهاية الموسم إن شاء الله. كابتن إسلام، جمهور الأهلي اللي بيحب لعبته ولعبته بتحبه وبتحترم جمهورها للأمانة، يعني مع ماكينة عمل دايرة سيد عبد الحفيظ بدون ألقاب والذين معه الحقيقة وإدارة النادي واللي موفراه، هم عليهم أن يجلبوا للجماهير ما تستحقه من فرحة ومن طمأنينة، لأنه اللي بيتقال ده كتير قوي. أنت بتتكلم والأهلي بقى ما شاء الله كواليتي واسمها ايه التانية يا أستاذ؟ لا ما أعرفش منتاليتي. لا منتاليتي والسكواد حبيبي والسكواد عالي قوي في النادي الأهلي، والمطلوب مفيش اصلا منافسه في الكوره الا اذا انتوا اللي فرطتوا ككوره، لكن جمهوركم يستحق منكم الحقيقه. أيوة وقفه بحاجه، وقفه مسؤولينكم وجمهوركم، ردوا الجمهور الاهلي الطمانينه والفرحه عشان الكلام ده يتبطل، وعشان ما حدش يطلع يقول ما تقولوليش ان انتوا عندكم احسن لعيبه والنادي الاهلي ايه. وانا اعتقد ان الكابتن اسلام بيمثل جيل، اعتقد في موسم من المواسم انتوا اتجمعتوا كتيم عشان كان مطلوب منكم رد من النوع ده متهيألي. لا بص انا ما تسالنيش لان انا ما خسرتش. لا مش خساره ان انتوا تردوا، يعني انا برد على الكلام يعني البدايه يعني عشان خسرت حضرتك احنا الجيل بتاعنا عشان خسرته. لا انا بقول لحضرتك على استفزازات عظمى واتقال وقتها. استفزازات دايما موجوده اصلا. لا اسال وقتها انه الرد في الملعب اصلا بالظبط دايما ده طبيعي. وقد حدث بس انا مش سعفاني يعني ذاكره التاريخ بالنص يعني، وده المطلوب. انا متاكد انه إذا أراد موسيماني تكتيكيا هيفعلها. نجوم الأهلي الحقيقة بكابتن التيم بما تؤدي الإدارة وإدارة الكرة والكابتن سيد الحقيقة، لا هم على أهبة الاستعداد. الموضوع لا يحتمل أصلا لا التأجيل للدور الثاني ولا حتى للأسبوع الخامس. ده مفترق طريق في حق جمهور الأهلي على نجومهم تحديدا الكرة في ملعب نجوم الفريق. مصالحة الفريق بعد ما مانا شديد الناس طبعا كان شويه من اداء قدام البنك الاهلي رغم الجهد ما طبيعي، لكن رغم الجهد الكبير اتبذل في الشوط الثاني جهد بدني وفريق انه ينهي بالواقف على رجليه الشوط الثاني، ده برده حاجه كويسه جدا على فكره. بس انا دايما مباراه الاهلي والزمالك المباريات اللي قبلها على طول دايما بيبقى فيها نوع من عارف انا كلاعب يعني انا بتكلم انا كلاعب يعني ان انا نوع من هو ايه انا عايز اكسب الماتش ده واخلص عشان افكر في اللي جاي. واخد بالي انا معاك، انا مش مختلف معاك، بس انا بقول لك ايه، انت دايما قبل الماتش اللي ده مش عايز اقول لك انت انشغلت بده قبل، لا الوضع مش كده، لكن انت ايه الناس الاهلاويه يمكن انا تابعت المباراه في النادي يعني رحت قرص رحت اتفرج على المباراه في النادي وسط الجمهور عشان اشوف رد الفعل، لان ايه البنك وكانه بدا يتحول الى عنده ناس لك هيبه الناس بدات لك هيبه عقده ولا ايه ده احنا تعمل تضيع انا بكلمك وانا بكلمك فرقه كويسه بامانه يعني عملت ماتش كويس جدا قدام النادي الاهلي، لكن انت تحت اصرارك على المكسب صح في حد ذاته وقتالك للحظه دي حتى اللحظه الاخيره برضه ده في حد ذاته بيديك ايه بيديك لا انت واقف على رجليك مش واقف على رجليك محتاج حاجات بس ايه بسيطة كده يعني يتم تظبيطها شوط رتوش في الدفاع تحديدا يعني شوط رتوش في الدفاع كده اعتقد انه يعني انا شايف يعني كناقد رياضي بقول ان في آفة في دفاع الاهلي هي التحليق وعدم الالتحام المباشر. خلي بالك برضو معلش انا اسف 4-4-2 لما بتلعب 4 ورا مش احسن حاجه ان انت يعني ان انت تبقى مفهومان او تدافع او كده عشان بيبقى واحد واحد وخلصت. ما هو معلش ما هو لازم الجمهور لازم يفهم وانا عارف ان هم فاهمين بجزء كبير دايما في 4 مش محتاج قوي الاندفاع لازم محتاج ان انت يبقى في 2 قدامك وبتظبط نفسك ما بينهم علشان تقدر، لكن طبعا في اوقات معينه زي ما حضرتك بتقول لازم ودي بتمثل خطوره كتير يعني يعني في افريقيا يعني في عفوا يعني دي محتاجه يعني في لحظات معينه ان انا ما اخلقش الفرصه للمنافس انه يهدد مرمانا يعني يهدد مرمى طبيعي يعني دي فبالتالي يعني يعني التحليق ده بالبلدي يعني ما بنقول حل على الكوره يعني فبتدي فرصه
معنويه للمنافس ان هو يكمل الهجمه. هو التراجع بس شويه هو بيقلق، بينما الجديه شويه في وحتى مش اندفاع ولا حاجه، الجديه يعني شويه في التعامل مع الهجمه، مع هجمه المنافس دي مطلوبه يعني، في دي ملحوظه انا راصدها ومطلوبه ان هي تتصحح في بدايه المباراه القمه، لان طبعا هو قدامك فريق مش قليل. خلاص يا استاذ امير، المفروض انه انت بعد ما بتحرز هدف، انا لاحظت حاجه غريبه جدا ان بقى في تراجع شويه لاداء الاهلي، في تراجع لورا. بالعكس، انت عارف في البنك الاهلي، في مباراه البنك الاهلي انت بعد ما جبت جون كان في بعديها 10 دقائق ربع ساعه انت كنت تقدر تجيب الثاني والثالث والرابع. بالظبط، المفروض ان انت تستمر كده على طول لغايه ما تجيب. انا بقى بشوف، انا وجهه نظري اللي حصل بقى شويه بس تراجع. دي هو الكلام بيقول لك عليه الاستاذ جمال واللي انت بتقول عليه، في شويه تراجع. هو ده مستر الاهلي على مدار تاريخه. بالظبط، الاهلي دايما لما بيجيب جول بيخلص بالتاني على طول، يديه فرصه. أيوة. على فكره ولازم تلاحظها، الاهلي كان بيعمل حاجه على مدار الفترات لو انت تابعتها. اقول لك الاهلي يا اما يخطف هدف في اول المباراه، يا اما يجيب هدف ساعه اذان العصر. ايام 3 الا ربع، انا بكلمك هو ماشي فاكر انت دي ولا مش فاكرها؟ وقتها يعني كنا بنروح الماتشات ايام كانت ماتشات ايه العصر 3 الا ربع. بالظبط، يا اما كنا بنتفرج في المكتب بتلقى اذان العصر ترجع يقول لك الاهلي سجل هذا. عارف انت ايه يعني الشخصيه بتاعت البطل، عدم الاستسلام، القوه، انت دايما مست الاهلي فيه وروح الفلينه من فين؟ بس ده اللي شفناه منه منه مش عدم استسلام عليكم، بس ده اللي شفناه. مفيش كوره، ده اللي على مدار تاريخه هو كده. او حضرتك كنت بتقول في النادي الناس كانت مبسوطه ان احنا يعني اللعيبه بتلعب لغايه اخر ثانيه. انا بقول لك واقف على رجليه، واقف على رجليه. دايما الاهلي كان بيحرز في الدقيقه 90 بلس 90، لكن احنا مش عاوزين الموضوع. بس هي بتبقى استاذ جمال دي المرات 90 دي كان عز الاهلاويه وقتها، ان انت مكسر الايمين والعارضه يعني ايه، ومضيع 20 جون من على الخط وكذا. انما الناس عايزه تطمن زي ما انت قلت. طبعا انا عايز اطمن من الاول بالظبط كده. ايوه، بطمانه زمان اللي هو من بدري الاهلي مخلص. انا عايز بلس 90 يبقى الهدف الثالث. ايوه، الرابع. انا بقول لحضرتك زي ما زي عمل احمد عبد القادر اللعب لما يجيب الرابع، مش انتظار ان يبقى هدف بلس 90. ايوه، البلس 90 مش الفوز، ده متعه زياده، دي متعه زياده من هدف. يعني استمراريه الاحراز والضغط واحراز الاهداف. عموما نتمنى ان شاء الله نشوف مباراه جيده تليق بال، نتمنى نشوف عمار حمدي في الماتش، ماتش الاهلي والزمالك. اللعيبه اللي هيكون ليهم عمار في هي. بص عايز اقول لك حاجه، في روح الاهلي يعني ايه لما نزل حتى في الجزء 10 دقائق في ماتش الاسماعيلي وتمام يجري يمين وشمال ويجيب ويعمل. لا 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 لا، لعيب كويس. شوف انت الجمهور، ما برضه الجمهور ايه شايف وباص اللعيب اللي بيلعب بقلب ما بيوقفش. دي برضه من الحاجات اللي ايه اللي الاهلي محتاجها في بعد. حتى انت الراجل بيريح ناس، بيشوف ناس، واعتقد انه عنده حاجه هيعملها ان شاء الله. انا عندي ثقه يعني في ربنا سبحانه وتعالى، وعندي ثقه في بيتسو ان شاء الله انه يعمل حاجه. كلنا عندنا ثقه كبيره جدا في الاداره الفنيه للنادي الاهلي وفي اللاعبين، ان شاء الله تبقى مباراه جيده ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز بهذه المباراه وبثلاث نقاط ان شاء الله. مباراه ثلاث نقاط غاليه جدا في ان شاء الله في الدوري العام المصري خلينا في الدوري العام المصري خلال الفتره. بشكركم شكرا جزيلا، استاذ جمال، استاذ محمود، استاذ سامي، استاذ عصام، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. ما تنسوش ان بكره ان شاء الله ستبدا قناه النادي الاهلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ان يكون هناك برنامج انتخابي او برنامج خاص بالعمليه الانتخابيه في النادي الاهلي بدايه من بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10. الاهلي ينتخب، هيكون مع حضراتكم الاستاذ ابراهيم المنيسي، وان شاء الله تبدا الانتخابات على شاشه قناه النادي الاهلي، ويبدا كل المرشحين عرض وجهه نظره من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بدايه من بكره في هذا البرنامج. وهذا البرنامج فقط هو من سيتكلم على الانتخابات الخاصه بالنادي الاهلي. بكره من الساعه 10 للساعه 11:30 هيكون معاكم الاستاذ ابراهيم المنيسي في الاهلي ينتخب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بيت الكبير بكره اجازه، بعد بكره نرجع مع حضراتكم في ميعاد جديد. هنبدا دايما مع حضراتكم الساعه 12 بالليل، من الساعه 12 للساعه 1 هنسهركم شويه، ولكن هنطلع ساعه بعد دايما برنامج الاهلي ينتخب. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاربعاء في تمام الساعه 12. اشكركم واشوفكم على خير.